مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاءنا بيتجدد من خلال الأهلي الليلة. النهاردة هنبدأ مع حضراتكم كالمعتاد في الأهلي الليلة بفقرة الأخبار واستعراض سريع لأهم أو عرض سريع وأيضا قراءة تحليلية لأهم الأخبار الموجودة معنا في الوسط الرياضي والكروي المصري على مستوى النادي الأهلي واستعدادات فريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في المعسكر الأوروبي المقام حاليا في أسبانيا والمباراة الودية الأولى اللي خاضها النادي الأهلي والمباريات متدرجة المستوى اللي تم الاستقرار عليها والاتفاق عليها برؤية فنية طبعا بالتنسيق بين لاسارتي المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وكل عناصر وكوادر النادي الأهلي اللي بتمثل الجهاز الفني للفريق الأول في النادي الأهلي الكابتن سيد ومستر لاسارتي وكل الفريق المعاون اللي بيحاولوا يصلوا لأعلى درجة من درجات الإعداد الجيد ذهنيا ونفسيا وبدنيا وفنيا للاعبين قبل استئناف مشوار الدوري الممتاز بعد نهاية إن شاء الله بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم خروج منتخبنا الوطني الأول من دور الـ16 وطبعا ابتعادوا عن البطولة بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 إلا أننا بنركز على أن البطولة ما زالت بتجري على أرض مصر وما زلنا مهتمين جميعا بهذه البطولة وبنتمنى أنه يكتمل النجاح اللي بدأ منذ انطلاق البطولة وبحفل الافتتاح اللي كان أكثر من رائع وأيضا تكليل كل الجهود المبذولة من كافة الأجهزة اللي قامت بالتنسيق مع بعضها خلال هذه المرحلة وصولا للحفل الختامي ولنهاية البطولة وإن شاء الله يكون في وعي كبير من الإعلام الرياضي ومن الصحافة ووسائل الإعلام في مصر وأيضا الجماهير المصرية وإنها رغم الحزن الشديد طبعا وعدم الرضا عن أداء مستوى منتخبنا الوطني وأداؤه والمستوى الفني اللي ظهر بيه واللي كان طبعا غير مقنع وغير مرضي على الإطلاق ولكن الجماهير إن شاء الله تقدر تفصل تماما بين هذا الأمر وبين اهتمامها والتفافها حول هذه البطولة حتى اليوم الأخير ومتابعة المنتخبات والسباق الأفريقي حتى تكتمل هذه الصورة الرائعة اللي بدأت منذ انطلاق حفل الافتتاح ومباراة الافتتاح. النهارده عندنا عدد من الاخبار هنتابعها طبعا منتخبنا الوطني واستعدادات النادي الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم والفتره اللي جايه اتحاد الكره واخبار اتحاد الكره وكل ما يثار في الصحافه ووسائل الاعلام عن ترتيبات الفتره الجايه لتصحيح مسار كره القدم المصريه ولاصلاح الامور الخاصه باتحاد الكره وايضا الجوانب الفنيه عشان نقدر نعمل نقله حقيقيه للافضل ونقله نوعيه نتغلب بيها على العيوب الكثيره جدا الفنيه اللي ظهرت في الفتره الماضيه فضلا عن اي امور يثبت انها كانت موجوده أيضا أو سلبيات خاصة بالأمور الانضباطية والإدارية والتنظيمية داخل كواليس المنتخب أو الاتحاد المصري لكرة القدم كيف تعالج بالشكل الأمثل في الفترة الجاية من أجل تحسين المناخ العام للرياضة ولكرة القدم المصرية. هنبدأ فقرات الحوار بعد قليل وضيفنا الأول هيكون واحد من الكوادر الشابة المتميزة في عالم الصحافة الرياضية الأستاذ خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي في صحيفة الشروق وهنتكلم معاه عن آخر ما وصل حتى الآن أو الأخبار المؤكدة لحد لحظة انطلاق هذه الحلقة أو بدايتها منذ دقائق قليلة عن منتخبنا الوطني وأصداء الخروج المبكر أو الإقصاء المبكر عن طريق منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 وكيف يتم الإعداد لإدارة الأمور في عالم كرة القدم المصرية في الفترة القادمة وكل ما أثير فنيا وإداريا وتنظيميا عن الفترة السابقة بعد حوارنا مع الزميل العزيز الأستاذ خالد الاتريبي هنتكلم كمان في فقرة أخرى مع الكابتن ضياء عبد الصمد لاعب النادي الأهلي سابقا والمدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الداخلية وهنتكلم معاه عن أيضا منتخب مصر والرصد أو المتابعة الفنية لمستوى البطولة والمنافسة في السباق الأفريقي بشكل عام وملاحظاته على أداء منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي فاتت وقبل ابتعاده عن السباق الأفريقي وأيضا رؤيته لكيفية تحسين الأمور فنيا في الفترة الجاية ورؤيته لاستعدادات النادي الأهلي والأسماء الجديدة والصفقات الجديدة ومعسكر الإعداد الأوروبي للفريق وكيف نستثمره بالشكل الأمثل وتوقعاته لانطلاقة النادي الأهلي محليا وأفريقيا إن شاء الله في الفترة القادمة وبعد أيضا لقاء كابتن ضياء عبد الصمد هننتقل لحوار آخر هيختتم هذه الحلقة بتغطية متميزة اعتدنا عليها من زميلي العزيز خالد العوضي الكابتن خالد العوضي بيجري هذه التغطية الإعلامية لكل الرياضات بعيدا عن عالم كرة القدم داخل النادي الأهلي وفي الوسط الرياضي المصري بشكل عام وهيكلمنا النهاردة عن الصفقات الجديدة والتعاقدات الجديدة وتحسين أيضا الأداء المتوقع في الفترة الجاية على مستوى كافة الفرق والمنافسات الجماعية للنادي الأهلي وانعكاس ده على
منتخباتنا الوطنية في الرياضات أو اللعبات الجماعية. هيكون طبعا في حوار مع الكابتن محمد متولي عن المدير الفني الجديد لنادي الأهلي السويدي ليندجرين. خلونا نبدأ مع حضراتكم سريعا إن الكلام المهم طبعا رغم أننا كنا بنتكلم شوية بشكل عاطفي أو انفعالي في حلقة الأمس، وده طبعا جزء من المناخ العام الموجود في الوسط الرياضي بعد خروج منتخبنا بهذا الشكل غير المرضي وغير المقبول في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا، إلا أننا بنفكر بشكل عملي شوية وأمام بطولة ما زالت مستمرة على أرضنا، والكل لازم يسهم في نجاح هذه البطولة حتى مع صعوبة الأمر أو مع أي متغيرات قد تكون حدثت نتيجة ابتعاد منتخبنا الوطني، واللي كان طبعا متوقع له أنه يكون جزء كبير جدا وعامل مؤثر في استمرار نجاح البطولة والالتفاف الجماهيري والحضور الضخم في الاستادات والملاعب. إن شاء الله ده يستمر بدرجة بشكل أو بآخر في الفترة الجاية، ويكون في وعي أننا نستمتع بكل ما تم بذله من جهد تطوير البنية التحتية في الرياضة أو في الملاعب المصرية، والإنفاق الكبير اللي تم واهتمام الدولة القيادة السياسية وكل الأجهزة المسؤولة عن الرياضة وعن كل المجالات الأخرى اللي قامت بالاشتراك في تأمين وتنظيم وترتيبات هذه البطولة بالشكل اللي أدى إلى الإشادة بهذه البطولة على المستويات المحلية والدولية. إزاي إحنا نكون عندنا وعي كافي، إزاي نسهم في نجاح البطولة على أرضنا، إزاي نكمل الصورة الجميلة حتى طبعا رغم أن منتخبنا الوطني لم يسهم في هذا الأمر ولم يقم بدوره في أو ما كنا نتمناه منه وما كان يفترض به أن يؤديه من خلال مشاركته في كأس الأمم وأن يظهر بشكل أفضل من هذا. مسؤولية مين؟ دي أمور فنية بنتكلم نتفق أو نختلف في الفترة الجاية، نقوم بتحليل الأمر، الجهاز الفني وعطاؤه هل كان على المستوى ولا لا، اللاعبين هل ظهروا بأفضل شكل، هل أدوا ما عليهم ولا لا، وأيضا كيف أدار اتحاد الكرة هذا الملف تحديدا في الفترة اللي فاتت قبل أن تنطلق البطولة وخلال فعاليات البطولة، هل كانت الأمور تدار بشكل احترافي ولا لا، وهل كانت الأمور ماشية بشكل يؤدي في النهاية إلى مردود فني إيجابي ينعكس على مستوى منتخبنا وعلى نتائجه في البطولة، ولا كان في تقصير بشكل أو آخر أيضا إداري أو تنظيمي من الاتحاد المصري لكرة القدم أدى إلى هذا التراجع وهذا الإخفاق داخل الملعب. خلونا نبدأ طبعا بنقول الفترة الجاية إن شاء الله الأمور تسير ويستمر نجاح البطولة بصرف النظر عن أي عوامل فنية أو عن استمرار أو عدم استمرار منتخبنا الوطني طبعا بعد خروجه من البطولة، لكن عندنا أمل كبير إن البطولة تنتهي بنفس درجة النجاح اللي بدأت بيها وإن الكل يبقى عنده إدراك ووعي لأهمية هذا الأمر ويسهم بدوره في نجاح هذه البطولة وفي استكمال عملية ومسيرة البطولة بشكل يليق بالرياضة وباسم الرياضة وبقدرات مصر على كافة المستويات الأفريقية والعربية والدولية، وأصداء هذه البطولة إن شاء الله عندما يكتمل نجاحها في المباراة الختامية، مباراة النهائي وحفل الختام. الكلام عن النادي الأهلي لا ينقطع في هذا التوقيت. الحمد لله الأخبار كلها الواردة من أسبانيا من إليكانتي الإسبانية، موقع أو مدينة بتستضيف معسكر النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي، وتم اختيارها بعد دراسة وبحث بعناية عن أفضل مناخ ممكن، الطقس، ملاعب التدريب، فندق الإقامة، كل التجهيزات الخاصة بالفريق علشان يبقى فيه درجة عالية جدا من التركيز ومن العوامل اللي ممكن تؤدي إلى نجاح هذا المعسكر وإنه نصل به في النهاية إلى كل ما يهدف إلى تحقيقه أو إلى الأهداف اللي بيتمنى أن يصل إليها فنيا وبدنيا وذهنيا ونفسيا الجهاز الفني مع لاعبين نجوم الفريق الأول في النادي الأهلي. المؤشرات إيجابية جدا، تابعنا امبارح مع زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي من أسبانيا واتكلم قد إيه الكل بيشعر بأنه في جوانب إيجابية كثيرة جدا، وإحنا بنتابع لقطات من التدريبات من المعسكر الأوروبي في أسبانيا، وإحنا بنتكلم دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة شايفين تدريبات فريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وأنه الأجواء إيجابية جدا، اهتمام من الجهاز الفني، المدير الفني ومدير الكرة وكل أعضاء الجهاز المعاون على إعداد اللاعبين نفسيا وذهنيا بأفضل شكل ممكن أنهم يفضلوا ويحافظوا على تركيزهم في الفترة دي، كمان التركيز على تعديل بعض الجوانب الخططية والفنية عشان يصلوا لأعلى درجة ممكنة من التناغم في الأداء، وده ينعكس سريعا على قدرتهم إن شاء الله على حسب بطولة الدوري هذا الموسم اللي امتدت وكانت غير منتظمة وكان فيها يعني على المستوى التنظيمي علامات استفهام كثيرة جدا، وإن شاء الله ده يتم تداركه في الموسم القادم أو مع انطلاقة الموسم المقبل. الاختيار الموفق لمدينة إليكانتي حسب تصريحات كمان الكابتن سامي قمصان أحد أعضاء الجهاز الفني أو المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول في النادي الأهلي، بيتكلم عن كل ما يحيط بهذا المعسكر إنه بيوفر العوامل اللي بتساعد على التركيز وعلى تحقيق أهداف الجهاز الفني اللي عايز يصل باللاعبين إليها في معدلات الأداء وفي تحسين الأداء بشكل عام وعلى التطوير الفني اللي عايزين نحققه مع الفريق بأسرع شكل ممكن.
النواحي النفسية والدوافع وتحفيز اللاعبين على استكمال السباق المحلي أو بطولة الدوري العام بأفضل شكل ممكن وبأعلى درجة ممكنة من التركيز، وأن احنا نوصل بلاعبين أنهم يبقوا في أعلى درجاتهم من الجاهزية الكاملة أو يبقوا في التوب فورم قبل انطلاقة المباريات القليلة المتبقية من عمر الدوري الممتاز. مستوى الرباعي الدولي مطمئن، المدرب المساعد للفريق الأول في النادي الأهلي كابتن سامي قمصان تطرق إلى مستوى نجومنا الدوليين اللي شاركوا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بيتكلم عن الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، وقال إن مستواهم الفني والبدني ظهر بشكل مرضي ومطمئن خلال مشاركتهم في المباريات اللي خاضها منتخب مصر، سواء في المجموعة ثلاث مباريات اللي خاضها في المجموعة حتى في مباراة دور ال 16 اللي تم إقصاء منتخبنا فيها، لكن بيتكلم من وجهة نظر المدرب المساعد للنادي الأهلي على إنه شايف إن اللاعبين أدوا ما عليهم أو بذلوا أقصى جهد ممكن خلال تواجدهم أو مشاركتهم مع منتخب مصر على المستويين الفني والبدني. وأيضا بيتطرق إلى استبعاد النجم علي معلول ظهير أيسر المنتخب التونسي في فترات سابقة، حتى لو كان تم استبعاده ولم يشارك مع المنتخب التونسي الشقيق في هذه البطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وبيقول إنها كابتن سامي قمصان بيقول إنها مفاجأة بالحسابات الفنية للجميع، وإننا جميعا متفقين على قدرات علي معلول وعدم تدخلنا طبعا في أي شأن فني يخص الاتحاد التونسي لكرة القدم أو المسؤولين عن كرة القدم في تونس، وإن هذا حق أصيل الجهاز الفني والمسؤولين عن كرة القدم، ولكن في دايما تأكيد من الجميع وحالة رضا عن أداء علي معلول وتأثيره الكبير فنيا في الملعب مع النادي الأهلي، وأيضا أنه كان من العناصر المتميزة جدا مع المنتخب التونسي طوال الفترة السابقة، وبالتأكيد أيضا أنه حيكون من القوة الدافعة أو من الأوراق الرابحة إن شاء الله للنادي الأهلي في الفترة القادمة، وبالتأكيد بنتمنى لنجمنا علي معلول اللي بيحظى بحالة رضا كبيرة جدا ولو شعبية وجماهيرية كبيرة جدا على مستوى كل الجماهير المصرية وليس فقط جمهور النادي الأهلي، إن في إجماع في الآراء ما فيش خلاف على مستوى علي معلول بين الجماهير المصرية والكل بيشيد بمستواه وتأثيره الفني وإنه عنصر مؤثر جدا فنيا مع الفريق الأول في النادي الأهلي. بنتمنى أنه تألقه في الفترة الجاية ينعكس على كمان فرصه في العودة والتألق مرة أخرى من خلال تواجده في المنتخب التونسي. مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وأيضا كل القائمين على أمور كرة القدم، لجنة الكرة، لجنة التخطيط والتطوير لكرة القدم اللي تم تكليفها بقيادة الكابتن طه إسماعيل، كل القائمين على الأمور الفنية اللي بيتعاونوا وينسقوا مع الكابتن الخطيب لتطوير أمور كرة القدم في النادي الأهلي، كان في تركيز على أيضا دعم الفريق بالمزيد من الصفقات وإضافات كمان من خلال اختيار أكثر من لاعب تم النظر إليهم ومتابعتهم ورصد مستواهم الفني والبدني المتميز من خلال مشاركاتهم مع منتخباتهم في البطولة الأفريقية. أيضا الإبقاء على القوة الضاربة للفريق ومنها طبعا النجم رمضان صبحي، وهو طبعا يعني ما فيش خلاف كمان على مستوى الفني حتى لو كان بعيد عن حسابات الجهاز الفني لمنتخبنا في الفترة اللي فاتت، لكن كان من الأسماء اللي الكل بيطالب بوجودها في المنتخب مع لاعبين آخرين من النادي الأهلي زي محمد هاني وزي صالح جمعة، وأيضا أسماء أخرى من خارج النادي الأهلي زي كهربا وزي عبدالله جمعة وعدد آخر من اللاعبين اللي الكل كان بيجمع على أحقيتهم بالتواجد في المنتخب بل وتأثيرهم لو كانوا موجودين كأساسيين بيبدأوا أي مباراة أو موجودين على دكة البدلاء، أنهم ممكن قدراتهم الفردية وإمكاناتهم كمان مع الاستفادة بها بالشكل الأمثل وتوظيفها جماعيا مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنهم كان ممكن يغيروا من الأمور للأفضل في أحداث أي مباراة الأمور فيها تكون صعبة لمنتخبنا. الإبقاء على رمضان صبحي رغبة اللاعب في البقاء، قال انه بيفضل التواجد في النادي الاهلي عن اي عرض اخر ممكن يكون مقدم اليه سواء في اوروبا او في اي مكان اخر في العالم العربي او اي دوري عربي اخر، وده كان طبعا الاتجاه كان في الاتجاهين هذه القناعه بالاحتياج الفني الى رمضان صبحي، النادي الاهلي متمسك باستمراره وبقائه والتجديد له والتفاوض مع ناديه في انجلترا من اجل بقائه بشكل نهائي مع النادي الأهلي أو شراء اللاعب وهذا النجم من نجوم الفريق الأول بشكل نهائي، ولكن تم الاتفاق على استمراره على سبيل الإعارة حتى الآن إلى موسم آخر أو موسم كامل آخر مع النادي الأهلي، وهو بالتأكيد من العناصر المتميزة جدا اللي هتضيف ببقائها واستمرارها مع النادي الأهلي ويكون من العوامل المؤثرة جدا محليا وأفريقيا. رسالة كمان لجماهير النادي الأهلي بيوجهها المدرب المساعد سامي قمصان وبيقول إنه الجماهير ستظل دائما هي الدعم الأكبر للفريق، وأنه بيتمنى ومتفائل بعد الترتيبات الجيدة الخاصة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية على صعيد الجماهير والحضور الجماهيري وامتلاء الملاعب والاستادات اللي تستضيف مجموعات ومباريات هذه البطولة،
انه ده ان شاء الله هيستمر وانه الدوله هتوفق في توفير هذا المناخ اللي بيساعد على ملء الاستادات اللي هي بالفعل الوقود الحقيقي للاعبين والقوى الدافعه لان اللاعبين يصلوا لاعلى مستوياتهم في اي مباراه، وانه بيتمنى امتلاء الاستادات بجماهير النادي الاهلي في مباريات الدوري العام ومباريات الاهلي الافريقيه في الفتره القادمه. وتصريحات أخرى من مدير الكرة في النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم أيضا عن الرباعي الدولي أنه لازم يتجاوز سريعا الحالة النفسية طبعا اللي أصابت كل نجوم منتخبنا لو كانوا بالفعل أصيبوا بالإحباط بعد الخروج المبكر والهزيمة أمام جنوب أفريقيا في دور الستاشر. بيقول أن احنا عايزين نحافظ على تركيز لاعبينا ونتواصل مع رباعي الأهلي الدولي، وأنه لو استطاعوا اللحاق بالمعسكر الأوروبي معسكر الأهلي في أسبانيا هيكون أو هيعقد معهم جلسة خاصة جدا للتركيز في الفترة اللي جاية، وأنهم يقفلوا تماما الملف الخاص بكأس الأمم طالما أننا ابتعدنا عن البطولة، ويركزوا مع الأهلي في خطط الفريق وارتباطاته المحلية والأفريقية في الفترة القادمة. وأيضا أوضح مدير الكورة الكابتن سيد عبد الحفيظ أنه طبعا بالتأكيد الكل كان مهتم بالمنتخب ودعم المنتخب واستمراره في السباق، وأنه الكل يحزنه جدا خروج المنتخب المبكر من نهائيات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، ولكن لابد من التعامل باحترافية مع لاعبينا ومع الرباعي الدولي في هذه المرحلة ومحاولة الوصول بهم لأعلى درجات التركيز والجاهزية النفسية والذهنية والبدنية مع الفريق في الفترة القادمة. وبيتكلم عن أن المرحلة الجاية بنحاول فيها أن الوقت المتبقي من عمر المعسكر الأوروبي في أسبانيا أننا نستفيد أو نحقق أعلى استفادة فنية ممكنة من هذا المعسكر، وأنه نرجع ولاعبينا في أفضل حالاتهم على المستوى الفردي والجماعي عشان يكون الفريق إن شاء الله جاهز مع انطلاقة أو استئناف الدوري الممتاز ومع بدء الموسم أو النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية. دي كانت أهم الأخبار الموجودة معنا في بداية هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة. خلونا نتوقف مع حضراتكم الآن مع فاصل قصير ونعود لنبدأ في استقبال ضيوفنا وفي فقرات الحوار، وحنبدأ بحوار مع الناقد الرياضي الأستاذ خالد الإتريبي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وفي بدايه هذا الحوار ارحب بضيفي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في صحيفه الشروق الاستاذ خالد الاتريبي. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء الخير يا استاذ محمد، سعداء بوجودك معنا. انا اسعد واول مره اكون معاك وان شاء الله ما تكونش اخر مره باذن الله. ان شاء الله. استاذ خالد، شايف الامور ازاي من وقت نهايه المباراه وكل ما اثير بعدها من جدل وحتى الان؟ بدايه لابد ان احنا نسال سؤال، هل احنا مصدومين من خروج المنتخب أو المنتخب كان يستحق الخروج؟ الصدمة موجودة علشان اسم منتخب مصر، لأن هذا المنتخب بيحمل اسم مصر أيا كان من يمثله، هذا المنتخب بيحمل اسم مصر. صدمتنا في أن المنتخب خرج، لكن إحنا كناس المفروض واعية وعارفة، إحنا ما فيش مفاجأة أن المنتخب خرج. ليه؟ للنجاح أسباب، إحنا ما اتبعناش أسباب النجاح في حاجات كتيرة طبعا هنستفيد فيها في الحديث، لكن الأمور ما مشيتش على حسب ما احنا عايزين أو حسب ما كل أطراف المنظومة كانت عايزة، باستثناء بعض الأطراف التي لم تقدر حجم البطولة، لم تقدر حجم الحدث اللي بتنظمه مصر في توقيت صعب جدا، الحدث اللي العالم كله تكلم فيه إن مصر قدرت تنظم بطولة في وقت قصير. لابد ان كان فريق الكرة اللي هيلعب، المنتخب اللي كان هيلعب، لابد ان هو كان يكون كمان على قدر الحدث، والجهاز الفني وجهازهم الفني كمان طبعا، الفريق كله بتتكلم عن الفريق كواحدة، المنظومة كلها الفني. المنظومة كلها كانت بعيدة عن التركيز، بعيدة عن الحدث. المفروض ان هما كانوا شايفين الدولة، شايفين كل اطراف المنظومة على قلب رجل واحد، كله كان بيتحرك في المصلحة، كله الجهاز الفني خفير أجير اختار قائمة معينة، بدأت الناس تنتقد، طلع الناس تتكلم يا جماعة البطولة عندنا، لابد ان نركز مع المنتخب، لابد ان احنا نحترم اختيارات، ما ننتقدش دلوقتي ندعم المنتخب عشان. وعلى فكرة هي دي الأزمة اللي احنا بنعاني منها، الأزمة اللي احنا بنعاني منها في مصر عامة، دايما بننظر للنقد انه ليه مصلحة، او دايما بننظر للنقد انه انتوا مش فاهمين حاجه واحنا اللي فاهمين كل حاجه، دايما قافلين فكره ان احنا ندخل في حوار مع بعض، دايما فاكرين ان كل اللي ورا اللي بره المنظومه
المفروض ان الناس اللي بتنتقد هم جوه المنظومه في الاساس، اللي بينتقد هم الاعلام، النقاد الرياضيين. وصل الامر باحد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، هو كابتن سيف زاهر، بدون عدى خلاص مرحله ان احنا نجهل الاسماء، لابد ان احنا نقول كل واحد قال ايه وعمل ايه امتى وفين وازاي. كابتن سيف زاهر واحنا بننتقد اداء المنتخب الوطني، واحنا بننتقد اداء محمد صلاح، نجمنا طبعا محمد صلاح، طلع في البرنامج بتاعه وبيقول انتوا بتنتقدوا في ايه، محمد صلاح مش شايفكم. هي دي الازمه، الازمه ان مسؤول بيطلع يقول لي ان لعيب او المنتخب مش شايفني. ده غلط، مش مقصودش انا، اقصد الاعلام، اقصد ردود الافعال. غلط انه مش شايفني، ما تقوليش اصله في معسكر ومركز. ابدا، اللعيبه سهرانه طول الليل والنهار على على مواقع التواصل الاجتماعي، وده قصه تانية هنتكلم فيها. ما ينفعش تقول لي مش شايفني. ليه مش شايفني؟ انا بهدف لمصلحتك، انا كاعلام بدور على مصلحتك، كلنا في التوقيت ده عايزين نشوف مصلحة منتخب مصر. كل طرف في أطراف المنظومة لم يغزل مصر إلا المفروض الناس اللي كانت ما تغزلناش، هم اللي خزلنا. يعني ببساطة كده أو بشكل مباشر جدا، كلامك معناه يا أستاذ خالد إنه المنتخب كجهاز فني ولاعبين، ومن وجهة نظرك اللي أنا شايفه بين السطور كمان اتحاد الكرة، هذه المجموعة لم تكن على مستوى الجهد المبذول من كل الاطراف الثانيه اللي بتشتغل عشان البطوله تاني. يعني لا اخفى عليك سرا ان بعض اعضاء مجلس اتحاد الكوره، ودي معلومات، كانوا متضايقين ان مصر هتنظم بطوله، عشان عارفين ان مصر فنيا غير مؤهله ان هي تنافس على البطوله، وكانوا عارفين ان الخروج من بره غير الخروج من جوه، وكانوا عارفين ان هم لو خرجوا في اي وقت في اي دور كان ده دي شهاده الوفاه للمجلس ان هو هيمشي. هم كانوا عارفين ده، كانوا عارفين. طيب ده. من لحظه نهايه المباراه والغضب الجماهيري، الناس زعلانه وبتتكلم بتوازن شديد جدا عن انه لابد من انطلاقه جديده وتغيير مهم وشامل وجذري في اتحاد الكوره وفي منظومه كره القدم وفي اختيار الاجهزه الفنيه واللاعبين الاحق بارتداء تيشرت منتخب مصر او فانيله المنتخب، وانه الناس بتقول في بطوله على ارضنا. عايز اتكلم في النقطه دي شويه وهرجع للفنيات الخاصه بالبطوله ومستوى منتخب مصر فيها. كيف نتعامل مع واقع اننا كلنا يهمنا البطوله تنجح، وان البطوله ما زالت بتجري ويتم تنظيمها ونستضيفها في مصر، وان ده حدث مهم ما ينفعش ان احنا نخلط الاوراق، ولازم كلنا نشتغل على انه باي شكل نقوم باحداث التوازن اللي ممكن يساعد على نجاح البطوله واستكمالها بنفس الشكل اللي بدات بيه. هي البطوله بدات ناجحه وهتنجح وهتستمر في النجاح. انا في اول كلامي قلت النجاح ليه اسباب، زي ما قلت لحضرتك في الاول برضو ان كل اطراف الاطراف المعنيه في البلد اللي عايزه تنجح البطوله عملت كل اللي عليها، فبالتالي هي هتستمر في نفس الاداء عشان تنجح البطوله. ابدا مصير البطوله مش مرتبط بفريق كوره، البطوله اكبر من كده بكتير. اسم مصر اكبر من ان انا نربطه باسم فريق كوره، ايا كان مين النجوم اللي فيه، ايا كان دول سواء خدوا البطوله او اولادنا برضو، سواء ما خدوش البطوله او احنا لما بنتكلم يا استاذ محمد بنتكلم علشان عايزين المصلحه، عايزين مصلحه المنتخب. انما بالتاكيد البطوله انا عندي ثقه 100% ان البطوله هتستمر في هذا النجاح. البطوله كل يوم زي ما احنا شايفين البطوله المباريات اللي فيها قويه وهتستمر في القوه، وصعود منتخب الجزائر وتواجده منتخب عربي، وان شاء الله تونس تكمل، ده هيكون في توافد برضو من الجاليات العربيه. احنا كجمهور مصري هنشجع الفرق المصريه، الفرق العربيه. حتى كان في اهتمام جماهيري بمباراه ما دام الطرفين اقوياء وفي تقارب في المستوى بينهم، مباراه الكاميرون ونيجيريا اللي انتهت بفوز نيجيريا، بدا الجمهور يدور على المباريات خلاص اللي بيلتقي فيها فريقين اقوياء جدا. هو انا اسال سؤال، هل اهتمامنا كجمهور كوره في مصر بمباراة المنتخب بس، ولا كان كل الناس بتتفرج على كل المباريات؟ ما اختلفش حاجة، هو احنا اللي اختلف هو شغفنا لمنتخب بلدنا، احنا مستنيين ان احنا كنا نشوف كل مباراة للمنتخب. انما المحب للكورة واغلب المصريين محبين للكورة اكيد هم نفسهم كمان البطولة تنجح، مفيش حد هيعطل مسيرة نجاح البطولة عشان البطولة كل الأسباب زي ما قلت لك اللي توفرت من قبل البطولة حتى الآن وصولنا للختام إن شاء الله هتكون على أعلى مستوى.
إيه الحاجات المؤكدة حتى الآن في كل ما أثير عبر الصحافة المصرية وعبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؟ إقالة، استقالة، في حالة عدم رضا، في اتجاه لأن تبدأ بعض التحقيقات في أمور إدارية وفنية ومالية إلى آخر هذه الأمور لمحاسبة المقصر أو المخطئ اللي بيثبت أنه مخطئ أو مقصر. ما المؤكد حتى الآن وكيف ترى شكل اتحاد الكرة والفترة الجاية، ملامح اتحاد الكرة ما بعد هذه السلسلة من الاستقالات؟ المؤكد حتى الوقت الحالي ان المفروض اللواء ثروت سويلم توجه الى اتحاد الكره علشان يتسلم مهام وظيفته. ما يثار وما يشاع وما يتردد هو ان اللواء ثروت سويلم يدرس التقدم باستقالته من منصبه. وهنا هيكون في موضوع ان لابد ان علشان كمدير تنفيذي يستقيل من منصبه لابد انه يقدم استقالته لاتحاد الكره. اتحاد الكره مش موجود. هنا المخرج القانوني اللي ممكن يتحضر له او ممكن يكون موجود هو قدم استقالته لوزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي واللجنه الاولمبيه اللي بدورهم هيخاطبوا الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا علشان يقولوا سواء تعيين لجنه مؤقته تدير الامور لحين انتخاب مجلس جديد او تعيين مجلس مؤقت لمده عام وده هيكون بره اللائحه طبعا باستثناء طبعا من الاتحاد الدولي. كل ده بيتقال. المؤكد حاليا الوقت كان بسيط لسه، المرحله الضوئيه اللي المفروض وزاره الرياضه بقياده الوزير اشرف صبحي دكتور اشرف صبحي اللي انا اعرف له بيبذل مجهودات مكثفه في الوقت الحالي للخروج من الازمه الحاليه. هل اللواء ثروت سويلم هيكمل ولا لا؟ هل من مصلحه الكره المصريه اصلا ان هو يكمل ولا لا؟ هل من مصلحه الكره المصريه وجود اي وجه من الوجوه دي في اتحاد الكوره موجود ولا لا؟ ده اللي هيبان في الفتره اللي جايه، وعلى حسب التوجهات الموجوده هل هيفضل موجود ولا لا؟ لسه طيب. منتظرين. هل كان يفترض أم لا أن كل أعضاء اتحاد الكرة المصري يقولوا يا جماعة احنا ما زلنا تحت تصرف المسؤولين عن الرياضة والكرة طالما استمرت هذه البطولة وأن استقالتنا مرتبطة بتوقيت نهاية البطولة على أقل تقدير، ولا هم عملهم منفصل تماما باستثناء المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد اللي هو كمان ضمن اللجنة المنظمة للبطولة واللي بتدير البطولة فقال أنا باقي في منصبي في اللجنة للقيام بدوري لأن البطولة مستمرة؟ هم ما كانش ليهم أدوار خالص في إدارة البطولة؟ هو ما كانش ينفع وجودهم اصلا. يعني ما كانش ينفع يستمروا يوم واحد. الراي العام رافض خلاص الاستمرار. خالص. هو طبيعي ممارسات اعضاء اتحاد الكوره تاني من الاتحاد، ممارسات اعضاء اتحاد الكوره طوال الفتره الماضيه احنا مش عايزين نحط راسنا في الرمل. هذه الممارسات جعلت البعض يتمنى اشياء بعيده عن اللي تحصل. يعني طيب. سنتوقف مع فاصل قصير، اسمح لي يا استاذ خالد فاصل قصير نتوقف معكم مشاهدينا الان ونعود بعد الفاصل لاستكمال هذا الحوار، تابعونا. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونجدد الترحيب بالناقد الرياضي الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في صحيفه الشروق. استاذ خالد، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن او بتقول انك مش مع الاراء اللي قالت انه لابد ان كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره كانوا يقولوا ان هم موجودين حتى تنتهي البطوله، وحتى لو استقالتهم اتقدمت بالفعل تبقى دي مرتبطه بنهايه البطوله او توقيتها مصاحب لنهايه البطوله، لكن قلت ان الراي العام لم يكن ليقبل استمرارهم او بقائهم في المشهد بالتأكيد. بعد اللي حصل بالتاكيد. نمرة واحد لأنه غير مقبول بالنسبة للناس إن هم يظلوا في أماكنهم. وأنا عايز أقول لك يعني أنا كنت متوقع أن بعد المباراة مباشرة حتى لو تأخروا ساعات معينة سواء تقدموا باستقالتهم بإرادتهم يعني بتفكير انفعالي أو بتفكير ترياسوا شوية، أنا كان شايف إن على طول بدون تفكير يعني مش يعني الموضوع مش محتاج تفكير خالص. هل كان في مجاملات في بعض الاختيارات؟ عناصر لم تنجح خلال الفترة اللي فاتت مع هيكتور كوبر، الأمور ما كانتش بصمتهم في العمل ما كانتش نتائجها إيجابية لا على مستوى الشغل الفني في المنتخب ولا على مستوى التركيز والانضباط والجانب الإدارية والتنظيمية. بعض الناس قالت هل كل من يدخل الجهاز الفني للمنتخب هو مؤهل وعنده سي في أو السيرة الذاتية اللي تسمح له بده، ولا في مجاملات وصداقات واختيارات بتخلي ناس ما عندهمش الدراية في المنطقة دي وبيشتغلوا فيها واخدين مناصب مهمة جدا ومؤثرة؟
من ناحيه المجاملات كان في مجاملات يعني انا من وجهه نظري كان في يعني مثلا انا ما فهمتش قرار عوده المهندس ايهاب الهيطه للمنتخب مدير المنتخب ليه؟ اولا ليه كنت ضد قرار عودته او ليه كنت شايف انه يجب الا يستمر؟ بسبب الكوارث اللي حصلت في معسكر روسيا، بسبب ان احنا كنا منتظرين اصلا ان هذا الاتحاد يقدم استقالته عقب العوده من روسيا. اما وان الاتحاد استمر اين البحث عن الاخطاء؟ الفكره كلها ان احنا هنا خاصه في التعامل مع الكره والتعامل مع اتحاد الكره على مدار السنين، الفكره اللي احنا فيه دلوقتي هو نسخه كربونيه مما يحدث على مدار التاريخ. هيجان، غضب، حديث في الإعلام، لجان ثم لجان ثم تنتهي نفس اللجوء، نفس الأشخاص، نفس السياسات اللي أصلا مش موجودة. سياسة خد ده وأنا يعني سيب ونسيب، وسياسة إن مصلحتي هنا أو لا مصلحتي مش هنا، أنت مصلحتك معايا هنا. هي دي السياسات اللي احنا ماشيين بيها. ده اذا اجيز لينا ان احنا نتكلم على هذا المنطلق او هذا المبدا ان ده سياسه، لابد من النظر للتاريخ، ولابد من مراعاه هذا في المستقبل. احنا بنعيد كل شويه. احنا كجيل المفروض عاصر يعتبر فتره طويله مع الاتحاد الكره ده بنفس الوجوه، عاصر الاتحاد اللي قبله مع النجاحات على فكره. يعني حتى لما كنا بننجح كنا برضو مش ما تتخيلش احنا كنا موفرين اسباب النجاح برضو. هي الفكره كلها انا وفقت ولا ما وفقتش. طيب هل احنا منصفين دايما في نقدنا، ولا احيانا الناس بتبالغ او بتبقى متحامله على كل الاشخاص، او ان السيئه بتعم؟ يعني بعد كاس العالم كان في مطالبات بتجديد الجهاز طبعا، وتغيير الجهاز ورحيل كوبر بعد المستوى الهزيل اللي ظهرنا عليه ونتائجنا في كاس العالم طبعا غير المقبوله. ان الناس قالت ليه استمرت بعض الاسماء في الجهاز زي كابتن احمد ناجي وكابتن ايهاب الهيطه. كابتن ناجي شفنا بصماته وناس كتير بتشيد بادائه وقدراته كمدرب، وادي انعكاس مستواه على الشناوي اللي الكل بيجمع انه خارج اطار النقد بالنسبه للبطوله الافريقيه والناس راضيه عنه جدا. ده شغل كابتن احمد ناجي. 16 تصدي لاربع في اربع مباريات، الجمهور سعيد بيه جدا رغم حزن يعني الناس على الخروج. عارف يعني ايه لما تكون انت حارس منتخبك يعمل 16 تصدي؟ ده معناه انك دفاعيا ما كنتش موجود خالص، معناها ان انت مش معروف لك خطه، انت مش عارف هتعمل ايه. ان احنا طول الوقت اللعب عند مرمى منتخب مصر، الضغط علينا طول الوقت، والمفروض ان انا بلعب على ارضي، والمفروض اني بلعب بخطه هجوميه، بس الجون بتاعي هو اللي شايلني. طيب ازاي؟ هنسمع راي فني مهم جدا اللي هيشارك معانا دلوقتي، واحد من الكوادر اصحاب الخبرات الكبيره في عالم التدريب وله بصمات وسيره ذاتيه غنيه عن التعريف، كابتن علاء نبيل بتاريخه الكبير طبعا مع الانديه والمنتخبات داخل وخارج مصر. كابتن علاء مساء الخير. اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا، وبيسمعك معنا كمان ضيفنا في الاستوديو الاستاذ خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي في صحيفه الشروق. اهلا خالد بحضرتك. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن علاء، حابب تقول ايه فنيا عن مستوى منتخب مصر، عن شغل اجاري وجهازه الفني، عن مستوى لاعبينا في كاس الامم الافريقيه 2019؟ طبعا مستوى فقير جدا فني، سواء من المدير الفني وجهازه، مستوى فقير جدا من اللعيبه في الملعب صراحه. يعني كله يتحمل المسؤوليه، اللي احنا شفناه في الملعب ده لا يخص كره القدم شيء. انا كلكم واللي حصل في اخر 10 دقائق بعد الهدف، اللي انا اشوف منتخب مصر بيلعب الكره، يعني انا بالظبط كاني كنت بتفرج على فرقه شركات اخر 10 دقائق من ورا، عمال يديها لقدام، شلوت لقدام، عمرها ما كانت كده كرة القدم. والمنتخب جنوب افريقيا هدد مرمانا تاني في الوقت، في الدقائق اللي بعد الهدف. طبعا كان هجيب هدف تاني، تمام؟ فأنا شايف إن هو كان أداء فقير جدا من الجانبين. أنا كنت معترض على الاختيارات من أول يوم. كنت معترض على الاختيارات وإعلانها في توقيت سيء جدا. ده فن بقى، ده فن اعلان القايمه والتوقيت اللي انت تعلن فيه القايمه. لما تعلن القايمه في يوم كان عندك 5 مباريات في منتهى الاهميه، مباريات تحدد مين اللي هيهبط، وتعلن الاسماء يوميها الصبح، وتخلي لعيبه بتلعب انديتها مش شايفه قدامها عشان اسمها مش موجود في المنتخب، فده سوري في اللفظ يعتبر غباء، تمام؟ حتى لعيبه النادي الاهلي كان عندها ثاني يوم مباراه اللي هي اتعدت فيه،
كان في لعيبه برضو كانت المفروض موجوده في المنتخب وما لقيتش اساميها، اتاثرت جدا والنادي اتاثر جدا باداء هذا اللاعبين بسبب التوقيت. القايمه فاشله، القايمه يعني انا يعني لو واحد مبتدئ في كره القدم ما كانش حط القايمه دي ولا حط الاسماء دي، لا بديل ولا مراكز ولا القايمه دي. انا عايز مجموعه اسماء من كابتن علاء نبيل، حضرتك شايف بخبراتك الكبيره في مجال كره القدم انها كان لابد ان تكون ضمن قائمه المنتخب، سواء بقى هيبدا بيهم الجهاز كاساسيين على دكه البدلاء، انما اوراق موجوده مع الجهاز الفني في بطوله افريقيا. مين الاسماء اللي حضرتك شايف انها كانت تستحق التواجد وظلمت بالخروج من قائمه المنتخب؟ محمد هاني، عبد الله جمعه، عمرو السوليه، رمضان صبحي، كهربا، عواد، دول كان لازم يبقى لهم دور مقارنه باللي اسمائهم موجوده، مقارنه باللي اسمائهم موجوده، لا دول احسن، دول يسدوا لك الثغرات اللي كانت عندك لو حاله اصابه او حاله لعيب غير متواجد في الفرقه فمستواه الفني ضعيف. لكن انت النهارده اختياراتك اجبرتك على التغييرات، اجبرتك على التشكيل، عشان انت الواضح جدا انت ما عندكش خبره في اداره المنتخبات او عارف يعني ايه دوره مجمعه او 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 او. وقلنا هذا الكلام قبل البطوله وتحقق الكلام، كانت ناس بتقول لك انتوا ليه مسودنا، انتوا ليه مش عارف ايه، كلامنا في الاخر طلع صح الحمد لله. طيب على مستوى الاجهزه الفنيه، ما هي نوعيه المدير الفني الاجنبي اللي احنا بنقرر نتعاقد معاه بقيمه ماليه ما بيلاقيهاش قبل او بعد وجوده مع منتخب مصر في اي مكان تاني في العالم؟ هل هي اضافات فنيه ام نحصل على تعاقدات مع اسماء فاشله في عالم كره القدم بتنزل مستوى الاداء لشكل عمرنا ما شفناه مع اي مدير فني مصري، وبتاخد اضعاف 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 ما يحصل عليه المدير الفني المصري؟ حضرتك غير المبالغ، غير المبالغ استاذ محمد، ياخد صلاحيات ما بياخدهاش مدير فني أصلا. صحيح. يعني غير المبالغ، صلاحيات نفسها. انت لو مدرب مصري قلت له مش عارف يقول لك لا انت عايز اعمل ثلاث مباريات، اي مباراه مش عارف عايز عشان لا هي مش هي كده، انا عايش في منتخبات وعارف. فالمدير الفني الاجنبي اللي بيجي على شايف، انا شايف المدرب المصري احسن منه 100 مره، وانا عشت التجربه دي وعارف يعني ايه مدرب مصري يقعد مع لعيب بالليل في اوضته ويقعد يتكلم معاه ويشجعه ويقول له اخطائه ايه، تفرق كتير قوي مع اللعيبه المصريه. اللعيب المصري احنا لينا نوعيه خاصه باللعيبه. فاعتقد ان انا كنا غير موفقين. حتى الناس النهارده تقول لك مستر كوبر كان مستر كوبر كرهنا برضه في كره القدم، يعني مش عشان ده وحش وسيء يبقى اللي قبليه احسن، لا الاثنين سيئين. الحقيقه الاثنين نفس النوعيه من المدربين، يعني الاداء ما كانش مرضي. وايام كوبر اتفضل يا كابتن علي. اتفضل. لا ايام كوبر كان نفس النقد، وكان الجمهور غير راضي عن الاداء، وشفنا انعكاس ده على مستوى فريقنا في نهائيات كاس العالم، وحتى على خروجنا في النهائي الافريقي اللي عمرنا ما كنا بنخسر في نهائي كاس الامم الافريقيه. يعني بص حضرتك، احنا دايما عندنا عاده يقول لك الله يرحمه كان كويس، تمام؟ لا احنا مش عشان ده طلع سيء جدا يبقى ده كان كويس. صحيح. اللي فات كرهنا في كره القدم ومتعه كره القدم، وده ما يعني قال يعني واحد ما عندوش فكره عن التدريب صراحه. صحيح. يعني صحيح. فده انا شايف الاداء. وبعدين برضو لازم نقف نقول ستوب، لابد من مراجعه اللي احنا هو ده القماشه اللي موجوده عندنا يا جماعه، عشان يبقى صرحاء لازم دي القماشه اللي عندنا ودي اللعيبه اللي عندنا، ما عشان ما نقولش بقى اصل فلان يعني احنا لو طلعت اثنين ثلاثه يعني مميزين في الدوري العام او في لعيبه مصر نقول الحمد لله. هو ده وده حظنا، مش ده بتبقى اجيال مقارنه بالجيل اللي قبله، لا ده فين والجيل اللي قبله فين، يعني هي بتبقى حظوظ. عايزين نشتغل على ازاي نبقى عندنا بعد كده جيل من المحترم من المواهب ومن ونطور ونعلم وكل حاجه. صحيح، كلام مهم جدا. بشكرك على المشاركه معنا في هذا الحوار كابتن علاء نبيل، طبعا صاحب الخبرات الكبيره في عالم التدريب في كره القدم سواء داخل او خارج الملاعب المصريه. شكرا جزيلا لك يا كابتن علاء على هذه المشاركه معنا في الحوار. تعقيبك استاذ خالد على اللي قاله كابتن علاء. في نقطتين، النقطه الاولى اللي هو الكابتن علاء اتكلم على نقطه الحافز النفسي او العامل النفسي للاعب المصري. واضح جدا ان لعيبه المنتخب المصري ما حدش بيتكلم معاه او بيتكلم من منطلق كلام فني اللي هو ضغط كله فني. قصه انك تقعد تحفز اللعيبه معنويا ده ما كانش باين حتى بعد ما دخل فيه الهدف. المفروض انك
بتقاتل في الملعب. المفروض ان ده فاضل 7-8 دقائق، المفروض نشوف منتخب مصر قدام جون قدام مرمى جنوب افريقيا قبل الهدف. قبل الهدف المفروض انك منتخب مصر وسط يعني على ارضك وسط جمهورك، لابد انك بتقاتل علشان المكسب اتاخر، لابد ان انا ما وصلش لمرحله ان انا استقبل الهدف في الدقيقه الاخيره، لابد ان ما وصلش للمرحله دي. مفيش اي حتى رد فعل من اللعيبه. احنا مش جايين نقطع في اللعيبه زي ما او الناس تفكر ان احنا بننتقد في اللعيبه، هم ما ادوش الاداء اللي يخليك. على فكره احنا ممكن نتقبل فكره اخسر، مش اصل الكوره مش معادله حسابيه 1+1=2 ابدا. انا ممكن افضل اقاتل في الملعب وثلاث اربع كور يجوا في العارضه ضربه جزاء ما تحسبش، استقبل جون في الاخر يبقى انا خسرت. انا ابقى راضي، الفريق عمل اللي عليه، انا بذل مجهود وعمل. انا ما كنتش في يومي النهارده، انما لا نتيجه ولا اداء صعب. طب في اسئله سريعه في الدقائق المتبقيه عايز اعرف رايك فيها يا استاذ خالد. نتكلم في اصعب منطقه ممكن الحديث عنها، لازم الحديث عنها يبقى بدرجه عاليه جدا من الوعي. محمد صلاح سوبر ستار عالمي وليس مصري فقط او افريقي فقط، وافضل نجوم الكره المصريه حاليا على الاطلاق، يعني محدش يختلف على ده، وممكن نقول العالم كله بيشوفه وارقامه القياسيه الى اخر هذه الامور. في حاله غريبه جدا، في اصوات بتهاجمه بشده في السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي، في ناس بتقول انه كان مقصر او لم يقدم ما هو متوقع منه او ما يليق بقدراته وخبراته، في ناس بتقول لا يا جماعه هو مش بيلعب كره لوحده، دي لعبه جماعيه، هو منهك ومرهق من موسم طويل جدا، هو ما لقاش الدعم من مجموعه لاعبين او من شغل جهاز فني مشابه لما يجده من دعم في ليفربول عشان يقدم نفس المستوى، في ناس بتقول لا هو لم يقدم نفس قدر من العطاء. شايف الاشكاليه دي كلها ازاي؟ طيب ناخدها كده واحده واحده. منهك ساديو ماني لسه مكمل وبيقود فريقه عشان يوصل خلاص، يعني هو نفس الظروف نفس الضغوط نفس التوقيت، يبقى الموضوع ده منتهي. انا شايف ان صلاح لم يقدر حجم البطوله، بمعنى ان لما كنت جمع المنتخب المصري للمعسكر يوم 6 وصلاح انضم للمعسكر يوم 12 في خلل، عايز يرتاح مفيش مشكله، بس لو انت بترتاح لابد ان يكون الجهاز الفني عارف انت هترجع امتى، لابد ان يكون طب عفوا مين اللي قال ان الجهاز الفني ما كانش عارف او انه مش متفق؟ ده ما كتب في الصحافه وقتها انه في اتفاق بين الجهاز الفني والمسؤولين في الاتحاد مع محمد صلاح على الاجازه. بعد التساؤلات هو فين محمد صلاح لما نسال المدير المنتخب اللي دي اول وظايفه الاساسيه، محمد صلاح هيجي انت تقول مش عارف الموضوع ده بينه وبين اجيري، وظيفتك ايه؟ في لخبطه اداريه في المنتخب. ليه محمد صلاح تجاوز مدير المنتخب وتواصل مباشره مع الجهاز الفني واخطره بموعد وصوله للمعسكر؟ نمره 2. نمره 3 تدخله في ازمه عمرو ورده. كل دي امور بتلقي دي بتسببت انتقادات كبيره جدا شايفها من كل الناس، حتى محبي طبعا كل الناس اللي هي على فكره مش احنا بنقول كده، الاعلام اللي بره بيقول كده. وده عالميا كمان كان مثار جدل او نقد. امبارح الكيب الفرنسيه والموند الاسبانيه بتتكلم، بيقول لك ان صلاح فقد فرصه الكيب قالت فقد فرص عديده للتتويج بالكره الذهبيه. الموند قالت ان مساندته لعمرو ورده في الازمه كان ليها دور في انه يفقد فرصه في الفوز. انا بتكلم عن صحف عالميه كبيره. هو فعلا في انتقادات في بعض الصحف العالميه لموقفه في الازمه دي او تدخله. طبعا هو قاد كما من النجوم اللي قادوا هذا الموقف الجماعي للاعبين، عشان ما نقولش انه لوحده واللاعبين اجتمعوا. لابد ان احنا نقول نحب محمد صلاح ونقدر محمد صلاح قيمه كبيره لا يمكن انكارها. ما انا عايز كمان قبل ما تقول الجمله دي يا استاذ خالد الفت نظرك، انا كمان بحط نفسي مكان المشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي او بيتابعنا دلوقتي. في ناس بتقول انتوا كل ما تلاقوا حاجه حلوه يا جماعه تكسروا فيها ما يبقى لعيب. لا مش انت شخصيا او احنا، انا بتكلم بشكل عام ان لما الناس بتلاقي هجوم على صلاح بيقولوا يا جماعه انتوا جايين لما بقى عندنا لاعب عالمي ودخل في التصنيف الثالث في الفتره اللي فاتت في اختيار اللاعبين اللاعب اللي حصل على الكره الذهبيه جاء ثالثا وارقام قياسيه لم يحققها لاعب في تاريخ الكره المصريه في دوري من اصعب الدوريات. فالناس بتقول لنا ايه ده؟ ايه النقد ده؟ ازاي الناس بتنتقده؟ وناس ثانيه بتقول لا ده مرتبط كمان باننا رغم كل نجاحات دي اللي احنا سعداء بيها لا عايزين نشوف نفس القدر من العطاء مع منتخب مصر. احنا لسه سؤال المردود ده اللي احنا عايزينه مع المنتخب. لسه سؤال هنا، هل ميسي لا ينتقد؟ لا ينتقد، وكريستيانو بينتقد وكل نجوم العالم. المشكله فين احنا؟ المشكله فينا احنا نظرتنا للنقد ايه؟ احنا بنبص للنقد ده ازاي؟ احنا للاسف لحد النهارده ما اتعلمناش ان في راي وراي اخر، ما اتعلمناش ان انا ممكن اكون بحب محمد صلاح وبكون بقدره ويكون كل اللي عندي اولادي وكله لو سمعني مثلا بنتقد محمد صلاح يزعل.
بس في النهايه ده في صالح محمد صلاح، ده في صالح المنتخب. محمد صلاح لا يمثل نفسه. بص يا استاذ محمد، ولو حد هيزعل، مفيش حد كبير على اسم مصر، مفيش حد اكبر من منتخب مصر، مفيش حد اكبر من اسم مصر. كل من يقترن اسمه بمصر هو المستفيد. انا متفق معاك في انه مهما على نجم اي لاعب او شان اي لاعب، وحاجه تسعدنا وبنفتخر بيها كلنا من نلاقي نجاحات عالميه لنجوم مصريين سواء في الرياضه او خارج الرياضه، لكن الكل دايما لازم عندما نتحدث عن وطنه انه يبقى داخل المنظومه وداخل الاطار ده ومحب لهذا الوطن. واحنا مش مختلفين مع نوايا حد او بنقول مين بيحب ومين يكره. احنا ربنا ما خلقناش، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش او ما ادناش الحق نصنف نوايا الناس. يعني انا ضد فكره مين بيحب ومين بيكره، دي مش بتاعت حد يعني. لكن احنا لينا العطاء. بالظبط، بتتكلم عن انه يبقى مردود عطاء كل واحد لبلده بنفس القدر. في الفكره كمان ان في نوع من الضبابيه مش مفهوم. بمعنى لما يتردد كلام، ومش كلام على نطاق ضيق، نطاق واسع، ان محمد صلاح خرج من معسكر المنتخب وراح الغردقه علشان يقابل سيرجيو راموس، وما نلاقيش نفي او تاكيد الى الان، برضه في مشكله. احنا بنخبي على مين وليه؟ هو راح بس كان في خلال يومين اللي فاتوا نفي للحكايه دي. من مين؟ قوي. ما انا كل اللي بنسمعه ان النجوم نفسهم المنتخب نفوا هذا الامر. من مين؟ ولكن لم يتم الاعلان. كلامك صح، انك لازم اعلان رسمي للرد على هذا الكلام وتكذيبه لو كان لم يحدث، وحساب كمان الاثار الشائعه دي. ولو كان صح يبقى امر طبعا يستحق وقفه ومحاسبه. يعني ليه معسكر المنتخب في الفترات الاخيره دايما في ازمات؟ ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ ما هو في النهايه السبب ان انا بكافئ المخطئ ما بعاقبوش. طيب يعني ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه؟ الجمهور كمان اللي بيسمعك دلوقتي ومشاهدي قناه الاهلي، استاذ خالد، اللي وصل لكم الى مسامع الصحفيين والنقاد الرياضيين والاعلاميين الرياضيين في الفتره اللي فاتت، ما هو ابرز ما سيحدد شكل المشهد الخاص بكره القدم اللي هيرسم ملامح المرحله الجايه، الانتخابات الجايه، مين ممكن يترشح، موقف الدوله، الاتجاه رايح لفين بشان كره القدم في مصر؟ بص، عشان الوقت كان ضيق، فانا لابد، انا عندي بس مناشده الاول. انا نمت صحيت من النوم لقيت نص مصر مرشحه ان هي تمسك سواء في الجهاز الفني مكان اجيري او في مجلس اداره اتحاد الكره. يبقى رجاء، احنا بنتكلم عن مصر، الكره المصريه في مرحله حرجه. على كل من يشعر باهميه كلمته، على كل من يشعر انه مسؤول تجاه هذا البلد، انه كفايه بقى تزكيه صحابي، كفايه ان انا ليا على علاقه بصديقي الفلان، انا كاعلامي على علاقه بصديقي الفلان الفلاني، اطرح ارشح الاسم او اطرح الاسم بدون اي خلينا مرشح. نتكلم على الكفاءات بقى، نختار الانسب او الاكفى. كفايه بقى كفايه. هتتكلم يعني اللي يتكلم قصدك ان هي سمات المرحله اللي فاتت كانت كلها الصداقات والمجاملات؟ طبعا طبعا. وللاسف احنا برضو بنتورط فيها. احنا بنتورط فيها ان احنا بنردد هذا الكلام. المفروض حضرتك سالتني سؤال، انا قلت لحضرتك الوقت ضيق، اللي طلع كلام كتير بس الكلام المؤكد لسه ما طلعش، فانا ما اقدرش اطلع افتي. يا ريت كل واحد انا بزكيش نفسي، بس الفكره كلها هتقول ايه وامتى وفين. ايه دلوقتي انت في مرحله حرجه، اي كلام ممكن يؤثر على الجماهير. طرح اسم مش مقبول سواء جهاز فني او في الاداره تثير الجماهير اكتر. انت في مرحله مش مستحمله، انت عايز الناس تقعد تفكر بهدوء. ما نحتاجه هو التفكير، هو الاساس العلمي. هل تعتقد ان اعضاء اتحاد الكوره اللي هو من بقي منهم حتى الان ولم يتقدم باستقالته ومن تقدم باستقالته؟ لا، الجميع استقال. الجميع استقال خلاص، يعني في اللحظه اللي بنتكلم فيها. هل سيغيب او ستغيب هذه الاسماء عن المشهد في الفتره الجايه؟ نتمنى. ام يمكن اعاده طرح الاسماء دي من خلال انتخابات قادمه؟ نتمنى. وهنا بنناشد الجمعيه العموميه وقلنا كتير. في نقطتين في النقطه دي. اولا، لابد الا يتساوى صوت الانديه الكبيره باصوات مراكز الشباب مع خلل في منظومه او في طريقه انتخابات اتحاد الكره. الانديه الكبيره تفكر في مصلحتها الشخصيه، نعم، تفكر في مصلحه البلد، نعم، تفكر في من سيمثلها، تفكر في من سيدير المنظومه لها. اما مراكز الشباب تبحث عن المصلحه فقط، مع احترامنا الكامل. رؤساء الأندية ومجالس الإدارات الأندية هنا تفكيرها غير هنا. طيب. قوة وثقة وثقل الأندية هنا غير هنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كفاية يا جمعية عمومية نفس الوجوه بنفس التربطات بنفس التفكير
فكروا على فكره لما يجي مجلس اداره منتخب اكاديمي اداري دارس كويس هيصب في مصلحه الجميع والله. طيب هختتم بنقطتين عشان اخر نقطه احنا في اقل من دقيقتين اذا امكن يا استاذ خالد. النقطه الاخيره هنكون فيها قدر من التفاؤل رغم صعوبه اللي حصل طبعا مع منتخبنا او ما فعله الجهاز الفني ونجوم منتخبنا وما قدموه او ما لم يقدموه في هذه البطوله الحقيقه. اخيرا الامور الماليه قبل ما نتكلم عن تفاؤلنا والمطلوب مننا كلنا وادوارنا اللي ممكن نكمل بيها بعض عشان نجاح البطوله واستمرار نجاحها. هختتم بسؤال اخير، هل تعتقد ان الامور محتاجه مراجعه دقيقه جدا ماليه واداريه لاليات الاختيار اللي بنجيب بيها افشل نوعيه والاقل كفاءه من بين مدربي العالم ونفضلهم على كفاءات مصريه تاريخها وبصماتها وسيفيهاتها احسن وحققت معانا بطولات قبل كده وهم اللي بياخدوا اضعاف اضعافها من الفلوس رغم انه هم في بورصه المدربين عالميا مش بالاسعار دي؟ الموضوع ده محتاج وقفه، فكره تقييم وبنتفاوض ازاي وبنتعاقد ازاي مع مدير فني اجنبي، وليه بيقبض عندنا اكتر ما كان بيقبض في اي منتخب تاني قبل وبعد منتخب مصر؟ محتاجين نعمل وقفه للكلام ده ولا لا؟ او الموضوع ده محتاج مراجعه عمليه دقيقه ولا لا؟ لازم لازم، وده اللي يقال انه هيحصل، ان في تحقيقات هتحصل فيما مضى. فاعتقد ان التحقيقات لما تظهر نتيجتها فيما مضى ويكون في فعلا لو المخطئ يعاقب، المخطئ يعاقب، اللي جاي بعده شاف نفس المعايير اتطبقت وعوقب اللي قبله اكيد مش هيعمل ده. يبقى في وقفه حقيقيه طبعاً. لو ثبت ان في حد فعلا اخطا عن عمد في امور في امر مالي ما بشكل من الامور ده مال عام يعني ده في الحاجات دي لابد من التاكد انه على اقل تقدير لو حدث شيء يبقى عن عدم كفاءه او عن غير عمد. أنا ما يبقاش فعليا في حاجه. عندي مطلب اسير في الفتره الاخيره وطلب اكتر من حد ما اسير في الفتره الاخيره وتصريحات منهم نادر شوقي وكيل اللاعبين قال ان في ان وكيل اجيري يتحكم في اختيارات المنتخب. هل حقق اتحاد الكره في هذا الامر؟ لم يحقق. هو الحقيقه لما اجيري نفسه اختار او تحكم في اختيارات المنتخب كانت النتيجه كده، فمش هتفرق كتير. ما اعتقدش ان وكيل اجيري اقل منه فنيا، يعني ما فيش اقل من اجيري فنيا، رغم انه طبعا لو بتتكلم باحترافيه الكلام ده غلط. ولا ازاي الامور ماشيه بالشكل ده؟ اخيرا البطوله نتفائل بانها ان شاء الله يبقى في مؤشرات ايجابيه في الفتره الجايه ونشتغل على انها تكمل بنفس درجه النجاح. ايه المطلوب من كل الناس اللي ليهم علاقه بالبطوله حاليا؟ المطلوب انا بتمنى تسهيل، يعني عارف ناس كتير جدا عايزه تحضر وفي بعض الصعوبات في الحضور ومصر مش موجوده في البطوله، في ناس كتير جدا في مصر بتحب الكوره، في ناس كتير جدا نفسها تحضر وبتحاول ان هي تحضر البطوله. مش وجود منتخب مصر بس، وجود منتخب مصر كان بيديها ثقل عشان او اهميه لينا احنا كمصريين، انما البطوله انت بتنظم اهم حدث عالمي او دولي في افريقيا، كل العالم بيتفرج عليك انت. فكره البطوله دي تحديدا مهمه ليه؟ زمان كان في كل الدوريات الاوروبيه شغاله، في يناير الدوري الانجليزي كان في بعض الناس بتتفرج على مباريات الدوري الانجليزي ويقول مش هسيب مباراه بين تشيلسي وليفربول واتفرج على بطوله امم افريقيا، ده هناك ده بره. انما دلوقتي هي الوحيده كانت معكوب بامريكا المتنفس لمحب الكره في العالم المتفرج، فبالتالي انت استقطبت دول بملاعب غايه في الروعه، تصوير غايه في الروعه، سلوك جماهيري غايه في الروعه. احنا كمصر متفائلين او كمصريين متفائلين ان احنا هنستمر في نجاح البطوله لحد الختام باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا على وجودك معانا، ان شاء الله المؤشرات تكون ايجابيه وان احنا نقدر نكمل بنفس القوه زي ما بدانا هذه البطوله، بعيدا عن الحسابات الفنيه الخاصه بمنتخبنا او بالامور الخاصه بمستقبل اتحاد الكره واليات تشكيله في الفتره الجايه، انتخابات او تعيين او اي امور قد تحدث، يعني لن نسبق الاحداث، ولكن ان شاء الله البطوله تستمر وان ده هو الاهم دلوقتي، ان كلنا نشتغل على نجاح البطوله دي وعلى الا تتاثر او تقليل اي تاثر الى الحد الأدنى بخروج منتخبنا أو أنه ودع البطولة في هذه المرحلة المبكرة في دور 16. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا شكراً. وعلى هذه الرؤية التحليلية للكثير من الأمور المهمة الخاصة شكراً. بمنتخبنا الوطني وباتحاد الكرة ومستقبل كرة القدم. أستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي في صحيفة الشروق، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهى هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي الليلة. فاصل ونعود وحوار آخر مع الكابتن ضياء عبد الصمد. في
فاز النادي الاهلي في مباراته الوديه الاولى في المباريات اللي قلنا لحضراتكم انها تم الاتفاق عليها بشكل متدرج مع فريق من القسم الثالث في الدوري الاسباني لكره القدم هو سوكر سمارت. يعني مني بهزيمه ثقيله، فاز نجوم النادي الاهلي بنتيجه 9-0، 9 اهداف نظيفه في هذا اللقاء، وان شاء الله ستذاع المباراه مسجله على شاشه قناه الاهلي في تمام الواحده ليلا اليوم بعد نهايه برنامج ملك وكتابه. مره ثانيه فاز الاهلي في اولى هذه المباريات، مباراة الأهلي وساكر سمارت الأسباني 9-0، وإن شاء الله كمان هنتابع مع حضراتكم طبعا هذه المباراة اللي هتذاع زي ما قلنا لحضراتكم بعد منتصف الليل في تمام الواحدة ليلة من توقيت القاهرة، أو الواحدة صباحا بقى بتوقيت القاهرة، وأيضا المباريات اللي جاية اللي هنتابعها مع حضراتكم وستذاع إما مسجلة أو على الهواء مباشرة حسب ما يتم الاتفاق على هذه الأمور الفنية، لأنه متوقع أنه يرتفع المستوى اللي هيتفق على خوض المباريات مع الفريقين القادمين. إن شاء الله هيبقى في اتفاق على أنه يتدرج المستوى للأعلى من مباراة لأخرى، وأنه يزداد مستوى وقوة المنافس اللي هيواجه النادي الأهلي في الثلاث مباريات الودية اللي تم ترتيبها أو الاتفاق عليها خلال معسكر الفريق الأوروبي. في بداية هذا اللقاء أرحب بضيف في لاعب النادي الاهلي السابق والمدير الفني لفريق الداخليه الكابتن ضياء عبد الصمد. اهلا بحضرتك كابتن ضياء. سعداء بوجودك معانا النهارده. انا اللي سعيد بيك يا كابتن ان شاء الله. عايزين نتكلم، هنتكلم عن حاجات كتير قوي، عن معسكر الاهلي الاوروبي، عن استئناف بطوله الدوري او عدم استكمالها الى اخر هذه الامور، عن انطلاقه الاهلي الجديده والصفقات الجديده وتجهيز الفريق من خلال المعسكر الاوروبي للانطلاقه على المستويين المحلي والافريقي، لكن نبقى قليلا مع الحديث عن منتخب مصر وخروجه في دور ال16 وكل ما يثار عن التجديد في منظومه الكره ومنظومه اتحاد الكره في الفتره الجايه. ايه اهم الحاجات اللي حابب تركز عليها النهارده؟ حابب ان انا اقول للناس اللي بتحب مصر ما تزعلش فنيا، هم ما يزعلوش، لان ده كانت نتيجه متوقعه سواء كانت في دور ال16 او في دور ال8. يمكن نقول المكاسب اللي يعني مش هنقول اللي اوهمت بعض الناس ان احنا بنادي يعني للمكسب فقط لا غير. التسعة بونت اللي خدناهم كان هنقول يمكن صورة غير صحيحة أو غير واقعية بالنسبة لفرقة منتخب مصر اللي احنا مستمرين عليها من سنتين أو ثلاثة من أيام مستر كوبر. مستر كوبر كان واضح للناس كلها، صريح، أنا بلعب يا جماعة مش عايز أخسر وبخطف هدف وبقفل كويس قوي، ودي طريقتي. فوجئنا بأن مستر أجيري بيقول أن أنا بلعب بخطة هجومية وشكل هجومي وانا ما بقلقش وانا 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 وانا. طبعا الكلام ده كله كان مغاير للواقع او للكلام اللي كان بيتقال فعلا، حتى في التصريحات اللي كانت بتقالها محمد دي حاجه صعبه جدا، يعني مش فاكر ماتش اوغندا ولا ماتش ايه مش فاكر، بيقول انا فوجئت بمستوى فرقه في المؤتمر الصحفي، ودي تعتبر حاجه ما ينفعش نتقال، لان انا كراجل مدير فني لفرقه في دوري بجيب كل المعلومات عن الفرقه، فمعنى ان افاجئ، بقول افاجئ بالمستوى، ما اعتقدش ان هي تبقى في حد ذاتها حاجه يعني نقطه مضيئه او نقطه كويسه في الاطار العام لسيره المدير الفني دوت. نمره 2 التغييرات. عايز اقول لك ان حتى احمد علي لما لعب الماتش الاخراني بدور ال 16 ماتش اوغندا، انت كسبان ماتشين وعندك 6 بونت وبتلعب الماتش الثالث ونتيجته لا تؤثر تماما على صعودك لدور ال 16، تمام كده، وفي نفس الوقت انت كسبان في المباراه ديت 1-2 وعندك وقت. طب احمد علي ما اديتوش ليه؟ نمره 1 عندك مروان محسن، الراجل انت بتريحه قعده على الدكه، بتلعب نمره 2 كوكا اصيب، تلعب مروان، مع اني سمعت حاجه غريبه مش هذكر يعني التفاصيل بالظبط، لكن حاجه لو فعلا دي حقيقه صح هتبقى غلط جدا جدا جدا. انا سمعت ان مستر اجير قال لاحمد علي قوم سخن، حد من الجهاز تقريبا قال له لا لا احمد علي مش هيسخن او ما ينفعش يبتدي، احنا لازم يبتدي بمروان محسن. طبعا دي لو كانت فعلا الكلام ده يعني ما اعرفش مصدره ايه، لكن اتقالت لي، فدي طبعا تعتبر مشكله جامده قوي يا كابتن محمد. هي دي معناها لو كانت حصلت، كويس يعني حضرتك قلت ايه، ان انا عايز اتاكد من المعلومه دي عشان ما ابقاش بنصدر احكام على معلومه غير دقيقه او على شائعه، لكن لو حصلت يبقى كانش في مدير فني اصلا. بالظبط، دي نمره 1 شخص قاعد مش موجود. يعني الاختيارات يا محمد، كان عندك اختيارات، في لغط كتير جدا على الاختيارات حتى في التغييرات.
قال كده قبلك في مداخله هاتفيه كابتن ضياء كابتن علاء نبيل، قال حتى لو دي مش افضل مجموعه لاعبين في تاريخ مصر او مش اقوى جيل بيمثل مصر والكره المصريه، لكن كان عندنا عناصر ممكن تخلي المنتخب افضل شويه، ولو توظفت بشكل افضل ممكن تغير من مجريات اي مباراه لو اضيفت على المجموعه اللي كانت في كاس الامم. قال ان في ناس اتظلمت وناس كانت عندها احقيه بالتواجد في المنتخب وناس ثانيه لم تكن على يعني عندها القدرات الفنيه لتؤهلها وتم اختيارها. ابسط حاجه اشار كابتن علاء نبيل لمحمد هاني، عبد الله جمعه، مش متذكر السلية. طبعا اشار لصالح جمعه ولا سليه بالتاكيد، ورمضان صبحي وكهربا وعواد. انا اكتر واحد شايفه السليه، مش عشان خاطر انا اهلاوي او انا راجل بتكلم في قناه النادي الاهلي، الكلام اللي قلته في كل برامج اللي فيها، وعلى فكره قلت اكتر واحد اتظلم واكتر واحد كان لازم يبقى موجود في منتخب مصر عمرو السليه. عمرو السليه انا شايفه الفتره اللي فاتت محمد نضج نضوج غير عادي، يعني بامانه دفاعيا كويس جدا، هجوميا كويس جدا، بقى عنده اتزان، بقى عنده ثقه في نفسه، بيقدر ينقل لك هجمه بسرعه، بيقدر يعني يغير ملعب كويس قوي، بقى قاري ملعب، عنده من الخبرات اللي تخليه فعلا لازم كان يبقى موجود. انا ما اعرفش مبررات عدم وجود السليه ايه، مع احترامي سواء اذا كان محمد هاني او سواء اذا كان لو قلنا عبد الله جمعه او قلنا عواد او قلنا اي حد تاني كهربا ايا كان، او حتى سين من الناس اللي ما تمش اختيارهم، اكتر واحد انا شايفه كان لازم يبقى موجود في المنتخب كان عمرو السوليه. طيب في حد كمان قال، يعني بعض الناس قالت تعليق فني على المنتخب، قالوا ما دام مهاجمينا اللاعبين اللي بيلعبوا في مركز راس الحربة الصريح ما كانوش موفقين في البطوله، ما احرزوش اهداف، بذلوا مجهود ما توفقوش. بعض الناس قالت ليه ما كانش عند الجهاز الفني رؤيه ان يبقى في لاعب زي السوليه موجود وكان ينزل في بعض الفترات جنب طارق حامد وجنب لاعب ثالث، لانه دي المنطقه اللي كانت فاضيه في وسط الملعب وكل التحضير بيروح في اتجاه مرمى منتخب مصر. قال ما كنا ممكن في بعض الاحيان الجهاز الفني يسحب راس الحربة لو هو مش موفق ويلعب بالثلاثه اللي قدام، اذا كان بنتكلم على صلاح وتريزيجيه واي لاعب تاني وسط بينهم وسط مهاجم، ويبقى نص الملعب مليان، لان دي كانت فجوه رئيسيه عندنا. رايك ايه في التصور الفني ده؟ هقول لك حاجه، ثلاث هاف ديفندرز، يعني هقول لك حاجه جميله جدا. الرؤيه الفنيه الاربعه 2 3 1 الاتي اعتماد كامل، طالما انا بلعب باثنين ديفندرز اثنين سك اثنين ما بيطلعوش قافلين لي كويس قوي، يبقى انا بعتمد على اربعه مهاجمين، ده بالاضافه للاثنين الطرفين اللي هم الباك رايت والباك ليفت. ده الطبيعي بقى لو يعني 4-2-3-1 دي معناها كده تمام. اي تصور فني غير ده محمد يبقى مخالف تماما للواقع الكوره. فانا مخلي اثنين ديفندرات ليه؟ انا عندي طرفين ادي طايرين ومعاك ثلاثه قدام، اذا كان سواء صلاح او تريزيجيه واذا كان عبد الله السعيد او اي حد موجود او حتى لو عمرو السوليه، ادي خمسه وعندك الفيرويد ادي سته. ده الطبيعي. ليه؟ انت كده قفلت الملعب كويس قوي وبتعتمد في حته الاثنين دول ان عندك لازم تهاجم بسته، ده اقل حاجه. لكن الواقع اللي حصل ما كانش بيحصل كده خالص. طارق حامد مش طبعا بيبذل مجهود ضخم جدا، بس اللي جنبه في الملعب عبد الله السعيد والنني ادائهم البدني كان قليل جدا وهو العبء عليه كبير جدا في نص الملعب. النني ليه انا شايف رؤيه تكتيكيه معينه، يعني انا شايف ان النني وجوده مش ضروري، لا ضروري، بس ضروري في وجود الطرفين اللي هم الباك رايت والباك ليفت، لازم يكملوا مع الهاف رايت والهاف ليفت اللي هو صلاح وتريزيجيه، مع ان الاثنين دول لازم ليهم واجب دفاعي، واجب دفاعي لما الكره تبقى بهجمه على مصر الباكين يبقى مسؤوليه صلاح ومسؤوليه تريزيجيه، الهافين اللي بيهاجموا مع الفرقه المنافسه مسؤوليه المفروض النني وطارق حامد، مع طبعا الباقي الفرقه كل واحد بياخد مكان. لكن انا شايف احنا ما عندنا فقر دفاعي. انا امبارح بتفرج على المغرب على الجزائر، الناس بتهاجم بسته وبسبعه وبثمانيه، ال 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 ايه يا جماعه في ايه؟ ومفيش خوف، الناس بتلعب عايزين يجيبوا جول. وبعدين في مشكله محمد الناس مش حاساها، الاعتماد الكلي على اسم محمد صلاح. احنا زي ما اعتمدنا وقلنا ان الناس بتعتمد كلها في اوروبا او في امريكا اللاتينيه على الارجنتين في هيئه ميسي، ده بقى منتخب محمد صلاح. مع احترامي لكل الناس الموجود، انت بتعول على محمد صلاح. محمد صلاح هناك الناس هناك بتخدم عليه، لكن هنا احنا بنعول عليه. في فرق شاسع بان انا اخدم على محمد صلاح عشان يقدر يجيب لي هدف، وان انا بعتمد على محمد صلاح ان هو اللي يجيب لي هدف. وده الدليل ان احنا انا ما شفتش هجمه تكاد تكون متمرن عليها منتخب مصر او شغال عليها من تحت لغايه ما يوصل لغايه الفريق الخصم بشكل منظم او بشكل يتقال عليه هدف، حتى من خلال الهجمه متحضره بشكل كويس. هي هجمه واحده اللي اتعملت من صلاح لتريزيجيه ووقعت، هجمه واحده في 96 دقيقه، ده في مباراه. بقيه الثلاث مباريات الا ما رحم ربي كلها
بدون يعني مش عايز اقول يعني هجوم، انا ما شفتش اي شكل. وفي نفس الوقت كل اللعب اللي انت شايفه كله معتمد على الاداء الفردي، اداء الفردي لتريزيجيه، الاداء الفردي لمحمد صلاح، الاداء الفردي لمروان محسن اذا كان عايز يهاجم، الاداء الفردي للترفيه. مفيش، انا ما شفتش حاجه. انا كل اللي شايفه اجتهادات فرديه. كل اللي كان بيتلعب في المنتخب مصر بيتم عن طريق المهارات الفرديه لكل لاعب، لكن المهارات الجماعيه انا ما شفتش مهارات جماعيه. منتخب مصر محتاج ايه في الفتره الجايه يا كابتن؟ بامانه محتاج امانه. يعني ايه محتاج امانه؟ امانه في الاختيار. انت لازم لما تختار يا محمد، انت عندك قاعده عريضه تختار منها. احنا ما اتعلمناش من روسيا ان احنا نسافر بمهاجم واحد لمنتخب مصر، ومصر فيها 30 مليون لعيب. دي نمره واحد. نمره اتنين، الناس اللي انت بتختارها بتختارها على اي اساس؟ مجامله للراي العام ولبعض الانديه، ولا لحد موجود في الجهاز، ولا لحد موجود في الاتحاد، ولا عشان ترضي مصر؟ المشكله ان احنا اختياراتنا غير صحيحه، اختياراتنا مش واقعيه. في بعض الاماكن، انا بقول لك في بعض الاماكن، يمكن عبد الله جمعه مع يعني احترامي ليه، الفتره اللي فاتت كان باك ليفت كويس قوي، والناس كلها بتتكلم على عبد الله جمعه، تمام جميل زي الفل. بس لازم الناس تحط لما نتكلم كوره في الاعتبار الاتي: اللي بيلعب بطوله افريقيه بين الانديه غير اللي بيلعب بطوله افريقيه بين المنتخبات. مع احترامي عبد الله جمعه، انا بقول لك لسه له سنه كان يستوي على الاخر، وبعدها بس ما يبعدش يتحط، لان هو شغال كويس، فيكون النتاج بتاعه او المكافاه بتاعته ان هو يبقى موجود. ممكن كان يبقى ياخد، ممكن يبدا الدفع بيه على فترات، على فترات، لكن يبدا بالامانه خبرات. لكن ما يبدأش. كل الناس تقول انه كان من عندهم احقيه، لا ما حدش قال يبدا او لا، قالوا انه في اوراق كتير قوي كانت ممكن تنفع الجهاز الفني وتنفع المنتخب وتعمل فرق، ما راحتش معاهم اصلا، ما اختاروهاش. يعني هو ده اللي الناس متضايقه منه وغضبانه منه. انا لو عايز، انا لو بفكر حتى انا لو بفكر في نمره 3 احمد علي، نمره 3 انت لعبت هنا واحد مريحه، وبتلعب نمره 2 و2 اتعور، و3 موجود على الدكه، تقعده ليه؟ زي ما قلت بقولها كتير، وقلتها في محادثات مداخلات كتير جدا، انت بتخلي احمد علي او اللاعب اللي انت ما احتجتوش وقت ان هو يقدر يدي في اريحيه. انا بلعب وانا مستريح، غير بلعب وانا مضطر، وانا لازم اكسب. طيب امانه في الاختيارات طبعاً. ايه تاني على مستوى كل المنظومه، اتحاد الكوره، المنظومه لازم يتحط منظومه للاختيار ملهاش اي اغراض ولا اي مصالح ولا اي علاقه تماما بفرقه المنتخب. بمعنى انا ممكن ادير اداره، انا ممكن اجيب مهندس، خلي بالك مهندس مش علاقه بالكوره بس بيدير صح. معظم المستشفيات المحترمه في العالم كله مش شرط ان اللي بيديرها او مديرها يكون طبيب، بس انا بحط المنظومه الاداريه الصح، سواء بقى في كوادر من تربيه رياضيه، كوادر عندها خبرات للاداره، وتبقى منبثقه منها لجنه كوره، ناس كلها اعضاء لجنه كوره، كل اللي فيها لعبه كوره، كل اللي فيها كان ليهم مجال في الكوره وخبرات في الكوره، كل اللي فيها اختياراتهم ملهاش مصالح. طيب ايه الفرق من وجهه نظرك كابتن ضياء بين نجوم كبار حققوا نتائج واسعدوا المصريين وقدموا مع المنتخب كره قدم حقيقيه كمدير فني او مدرب المنتخب زي المرحوم الكابتن الجوهري وزي الكابتن حسن شحاته واخرين من الخبرات المصريه؟ احنا بقينا ليه قافلين الباب ده تماما وبنروح نجيب نوعيه معينه اقل مستوى، يعني فرق السماء والارض بينهم وبين المدرب المصري لصالح المدرب المصري، وبنروح نتعاقد معاهم بارقام غريبه جدا لا يستحقوها على ده. علشان انا بقولها ماليش دعوه بالاعلام الرياضي المحايد، لكن الاعلام الرياضي الغير محايد سبب من اسباب حضور وتعيين المدرب الاجنبي. المصالح الشخصيه، يعني في كلام بيتقال، انا 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 مش من النوع اللي بياخد كلمه وبصدقها على طول، او باخد راي، او باخد يعني منشات او بيتكتب في اي موقع او مواقع الكترونيه موجوده يعني في ما تصدقش حاجه الا لو معلومه مؤكده، بشوفها بعينيا او بسمعها وداني، وكنت متاكد من المصدر اللي بيجيب لي المعلومه. لكن اللي واضح من الاختيارات اللي فاتت دي كلها ان اجيري كان عليه مشاكل كتير جدا، والناس اصرت، والناس قالت ان الراجل ده عليه مشاكل كتير جدا، والناس اصرت انها يجي. دي اتقال احنا مش هنتكلم غير لما مصر تاخد بطوله افريقيا. اتقال يا محمد معلش ان اتحاد الكوره هو اللي جاب بطوله افريقيا هنا. الكلام ده معلش مع احترامي برضو انا بقول لا برد عليه، لا اطلاقا مش اتحاد الكوره اللي جاب بطوله افريقيا هنا، لا دي جهات سياسيه واداريه. انا اول ما بخاطب الجهات الاداريه والسياسيه، هل ينفع ان انا اجيب هنا ولا لا؟ والدليل على كده ان لو اتحاد الكوره فعلا كان جاب بطوله افريقيا هنا، لما جت
فاكر صفر مونديال لما جت الناس هنا اللجنه هنا بتاعت وقت ما كنا بنحاول في فتره سابقه الكلام ده كان اتحاد الكره كان قال لك ماشي جبنا كاس عالم. ما دي قريبه جدا يعني دي واحده بطوله قاريه زي ضمن اربع افضل بطولات في العالم كله. فلا مش اتحاد كوره يعني يقول لك جبناها لكم خدوا انتوا البطوله. الكلام مش كده. الكلام يا محمد لازم يبقى مدروس، لازم يبقى فيه زي ما بقول لك خطه منهجيه. اللي يجي ويتغير يكمل ما مكان عليه. ان في استراتيجيه موضوعه فنيه للمنتخب بنغير اسماء ووجوه مدربين لكن مكملين على نفس هي البرنامج. ده لو اتعمل في مصر انا بقولها لك اهوت من دلوقتي اقول لك شابوه. امبارح كان قاعد مكانك كابتن ضياء الكابتن شكري عبد الفتاح وقال انا اشك ان احنا عندنا استراتيجيه فنيه وخطه مستقبليه اصلا لكره القدم عشان نطلب انه الجهاز الفني اللي بيتولى المنتخبات كلها في الاعمار المختلفه ينفذها او يطبقها. قال انا شاكك اصلا في وجود الرؤيه الفنيه. طب اقول لك حاجه، الكابتن محمود سعد مش المدير الفني لاتحاد الكره؟ دوره ايه كابتن محمود سعد في اتحاد الكره او في راي منتخب مصر او في المنتخبات او 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 معلش لازم ليه راي. انا جايب مدير فني عشان خاطر ايه؟ مع احترامي انا قلت قبل كده محمد شاف كنت معاك ولا كنت مع محمد سعيد مش فاكر يعني منتخب 2007 انا بطلع في كل اماكن بقول الكلام دوت وبقولها بحدد اهو منتخب 2007 عندهم دلوقتي 12 سنه. منتخب 2007 لو اتحطت خطه منهجيه زي ما انت بتقول كده لمده 7 سنين كمان او 8 سنين يبقى الولاد دول عندهم 19 20 سنه. اشوف الفرقه اللي عندها كاس عالم تلعب امتى ومن دلوقتي ابدا اجمع واكون منتخب 2007 فيه عناصر جيده جدا بل ممتازه. ابدا اعمل قاعده عريضه اجيب لي 80 لعيب 90 لعيب 100 لعيب كل سنه يبقى في تجديد واحلال لغايه ما اوصل بالمرحله دي على سنه سنهم يعني يوصل هنقول 9 سنين واحنا 19 28 سنه 28 بقول لك بص النهارده كام 28 هيبقى عندك منتخب قوي جدا قوي جدا سهل جدا ياخد بطولات افريقيه يلعب كاس عالم ينافس على كاس عالم. بس انت تقفل على نفسك وتحط خطة طويلة مدى متوسطة مدى قصيرة مدى. أي حاجة ناجحة أي شيء ناجح حتى لو هو إيه بيعتمد على ثلاث محاور. نمرة واحد التخطيط، نمرة اتنين التنظيم، نمرة ثلاثة الإدارة. زي ما كان بيقول يا كابتن محمد أنت ما عندكوش عايزين نحط قانون علشان نحدد دخول الجمهور وخروج. أنت عندك كل القوانين بس للأسف أنت ما بتطبقش القانون ودي المشكلة اللي عندنا. الكلام ده لو اتحط دلوقتي وجه مجلس إدارة اتحاد كرة قدم وحط الكلام مش أنا بقوله يمشي عليا، لا حط أي اللي أنت عايز تحطه بس أنا عايز منهج. اللي يجي بعديك يا اتحاد كرة بعد 4 سنين بعد 8 سنين بعد 7 سنين يكمل اللي أنت بتعمله وده يبقى ملزم أنا شايفه من جهة سياسية ضروري مجلس وزراء أو لو هقول لك رئاسة الجمهورية. دي ده أنت 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 أنت, انت يعني سببت كآبة ل 100 مليون فعلا والله العظيم كآبة فعلا. مين متسبب فيها؟ الكلام ده كله لازم نحافظ يعني عليه. يعني بتطالب انه يبقى فيه ولو بشكل غير مباشر او بشكل يمكن ان تسمح به اللوائح الدوليه والمعايير الدوليه الحاكمه لكره القدم لانها بتمنع التدخلات الحكوميه، لكن يبقى لينا نظام خاص بينا في مصر بشكل لا يعارض هذه اللوائح بيخلي فيه جهات سياديه دي حسب رغبتك كابتن ضياء بتشرف على او بتمنع وجود اي تلاعب او تقصير. الفتره اللي فاتت عند المسؤولين في اي نوع من انواع الرياضه. ما واضح يا محمد احنا قطاع من قطاعات الرياضه احنا بنخسر كتير. لما يجي واحد ياخد 106000 يورو 2 مليون جنيه 108 كمان ولا 108 2 مليون جنيه في 12 ولا في قد كده انت يعني ده انا بسميه عشان ايه يعني احنا حتى لو حد قال لنا ده قيمته السوقيه كده ده سعره في بورصات المدربين عالميا كده او نشوف حاجه في الملعب بتقول حتى ان في حاجه اتقدمت توازي حتى 10000 دولار بلاش ال 108 يعني ما شفناش اي حاجه في الملعب خالص. هل احنا محتاجين نبدا نبص لفكره نتخلص من عقده الخواجه في المدربين الاجانب للمنتخبات الفتره الجايه؟ هل محتاجين نبص للتجارب السابقه كابتن ضياء اللي كل نجاحاتنا فيها مع المنتخب مع مدربين شريطه كلامك كلام محترم يا محمد قوي 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 وكلام يحترم ويتاخد بيه. شريطه ان زي ما اقول لك الاعلام الرياضي او الميديا الرياضيه اللي ليس لها اي انتماءات تتكلم بحياديه. مشكلتنا عدم الحياديه. أنا بقول لك يا محمد مشكلتنا في مصر هنا في الإعلام الرياضي عدم الحيادية. هل تقصد إن احنا بنتحامل على المدرب المصري لما يتولى تدريب طب أقول لك حاجة ما بديلوش نفس الثقة طب أقول لك حاجة صغيرة بديها المدرب الأجنبي؟ طبعا هاني رمزي وقبليه كان موجود طارق كان مين يا رب كان موجود قبل هاني رمزي كان موجود الوحيد اللي مشي من منتخب أسامة نبيه أسامة نبيه أسامة نبيه صح كده ولا غلط؟
ناس كتير جدا طلعت قالت لك ان اسامه نبيه مش يعني بيحب نادي الاهلي وبيلعب نادي الاهلي وبيدور على لعيبه نادي الاهلي وكان ليه سبب في اختيارات المنتخب مع مستر كوب. جيت دلوقتي هاني رمزي هاني رمزي هو اللي بيقول مش عارف ايه ومع مستر اجير بيقول قصدك إيه؟ الزمالك بالنسبه لاسامه نبيه يعني كانت مثال كده وده دلوقتي العكس مع كابتن هاني رمزي والكلام ده كله مش ليه اي واقع او اي تماما ملوش اي يعني كلام غير صحيح صحيح بالمره. اللي بتحفظ عليه برضو عدد الجهاز بتاع المنتخب المصري يعني سلجادو انا عايز افهم ايه مهمته ايه دوره فعلا الناس بقى قالته انا كواحد مدير فني بقول هي مهمته ايه انا بتكلم هو يعني المشكله ان انا اقول عندي 20 او 25 واحد موجود في الجهاز 18 19 واحد في الجهاز علشان خاطر يبقى انا كده بفخم وبعظم الجهاز مش 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 ايه الجوب ديسكريبشن بقى ايه والطوز ايه وظيفته بالظبط عملوا ايه الوصف الخاص بمهمه كل واحد عملوا ايه ما اعرفش انا شايف مش عارف يعني في محلل محلل اداء ده مهم جدا خط احمال مهم جدا اثنين مدربين مدرب عام ومدرب حراس مرمى تمام ثلاثه مدربين تمام اوكي لكن الباقي بيعملوا ايه بقى بيعملوا ايه مش عارف مش فاهم يعني. طيب عايزين نقول كلمه اخيره قبل ما ننتقل الحديث عن النادي الاهلي عن البطوله وانا اعلم قد ايه يعني تقديرك للجهد المبذول في البطوله دي من الدوله وكل اجهزتها وكل من قام بدور واسهم بدور في انطلاق البطوله بالشكل الرائع اللي شفناه كابتن ضياء تقول ايه للناس وللمشاهدين ولكل من يمكن ان يسهم بدوره في استمرار نجاح البطوله واستمرار توهج الضوء الخاص بهذه البطوله حتى نهايتها. قول احنا البطوله لسه بتتلعب مصر خرجت اي نعم ودي كوره زي ما روسيا كانت خرجت قبل كده بس الناس كلها اشادت بدور روسيا في تنظيم كاس العالم ارجو ان مصر برضو تتعامل بنفس انها تتعامل بنفس المفهوم اللي بيه لما روسيا خرجت ونجحت في تنظيم البطوله مصر خرجت وتقول يتقال عليها انها نجحت في تنظيم البطوله ارجو محمد ان يتحط في الاعتبار ان دخول الجماهير ديت ما يكونش اعتباطا كده خلاص احنا حضرنا الجميل وخرجنا مع الوضع في الاعتبار برضو ان احنا بنشجع فريق واحد كلنا ملتفين حول منتخب مصر لكن لما يتلعب دوري ويجي فرقتين متنافسين باتنين جمهور مختلفين زي ما كان بيحصل في الدوري الفتره الاخرانيه كنت حصلت مشاكل وظهرت شويه حاجات كده مناوشات مالهاش لازمه ارجو ان احنا خلاص بقى احنا دلوقتي محطوطين على 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 لاين او على طريق المفروض بيه ان احنا نكمل ما نقفش لما حبينا نعمل استادات عملنا استادات الحمد لله لما حبينا نحط كاميرات ونحط ناس تدخل وناس تخرج ونحط تامين ونحط ونحط عملنا كل حاجه بشكل رائع لنقل المباريات ومستوى رائع لما بنقدر بنعمل بس احنا الجمهور هو الرئه اللي بتنفذ بيها اللعيبه والانديه بتتمنى ان الناس تشارك وتقبل على المباريات اللي جايه حتى مباراه بيتكلم افريقيا طبعا انا أفريقيا. اتمنى لان انا اعتقد نسبه كبيره جدا يعني كان بيتقال في الميديا ان التذاكر اتباعت لغايه دور الثمانيه على منتخب الاردن الاربعه ودي حاجه بقت يعني حاجه محترمه جدا لما تتكلم على منتخب مصر تقول مصر فيها تذاكر بتتباع لغايه دور الثمانيه سي لغايه يوم مثلا 16 14 15 التذاكر بتتباع دي حاجه حديثه حاجه محترمه جدا ارجو ان احنا كجمهور مصري نكمل ويتقال ان مصر خرجت بس البطوله نجحت يعني ان شاء الله ان شاء الله ده يبقى الكل يبقى عنده درجه من الوعي والادراك لانه يسهم في نجاح ويكون له دور في نجاح البطولة واكتمال نجاحها إن شاء الله حتى حفل الختام بعد المباراة النهائية. هننتقل لحاجة تانية بس هنربط الأمرين ببعض اتحاد الكورة والدوري المصري وقبل حديثنا عن النادي الأهلي واستعداده لاستئناف الدوري أو لانطلاقة الموسم الجديد. كنا بنتكلم عن انه لن ينصلح حال المسابقه المحليه وحضرتك شفت كم التخبط كمدير فني حتى النادي الداخليه بتعاني نفس المعاناه شان انديه كثيره في مصر كان في مقدمتها النادي الاهلي اللي كان حزين وغاضب جدا من حاله التخبط اللي موجوده في جدول الدوري وان الامور متلخبطه مش عارفين نحدد مباريات امتى بنأجل امتى بنراعي الارتباطات الافريقيه للانديه المصريه امتى الامور اللي شفناها في الدوري هذا الموسم. هل ممكن الوقفه الحاليه مع الكوره لتطويرها ومع اتحاد الكوره تبقى ممكن يحصل فيها تعديل تشريعي في قانون الرياضة المصري عشان نبدأ نطبق دوري المحترفين ورابطة أندية المحترفين نبدأ نعمل النقلة اللي نتكلم عنها بقالنا سنين؟ الموضوع في الأول محمد زي ما بقولك يعني ما بني على باطل فهو باطل أنا شايف إن بطولة الدوري السنة دي باطلة ليه؟ اولا ما ينفعش نادي يشتري لعيبه على حساب نادي تاني يعني لصالح نادي نمره واحد نمره اتنين مباريات رسميه بتدار بثلاث حكام ومباريات بتدار بخمس حكام نمره ثلاثه الانديه هم الاعضاء اللي بيوافقوا على تغيير اي
حاجه تحصل في بنود الدوري. الكلام ده ما حصلش. اتحاد الكوره خد القرارات وقال لك التغيير مفتوح، تغيير مفتوح، قال لك انك هنعمل استبدال، قال لك عايز تشتري وتعمل تحط اللي عايز تحطه انت براحتك، ما فيش مشكله، كان عامل لك خمسه فتحها ل 30 40 انت حر. نمره ثلاثه ما بقتش في حياديه، انت بتلعب دلوقتي ممكن يبقى في تلاعب في النتائج، بقت واضحه جدا جدا حتى في النزول والهبوط الفتره الاخرانيه، ممكن في يعني فرقتين من مكان واحد او من بلد واحده ممكن تعاطف يحصل وده شيء وارد. حته المساواه ومبدا التكافؤ مش موجود، مطلقا مش موجود. انت كنت بتبتع على خمسه قال لك لا، اللي عايز تجيبه تجيبه، عايز تغير عايز تعمل استبدال. قوائم الانتظار في الاهلي وفي الزمالك كتيره، قوائم الانتظار في في في, في النادي المصري كتيره، بقت في لعيبه تتحط 30 و40 واحد في قائمه انتظار. طب انت فين مبدا التكافؤ هنا؟ نعالج ده ازاي؟ ازاي نصحح اوضاع بتقول انها خاطئه ومؤثره على البطوله وعلى عداله الفرص او تكافؤ الفرص؟ في يا محمد في دلوقتي في قضيه مرفوعه من كوبا النادي الداخليه ونادي بتروجيت ونادي نجوم المستقبل في لجنه فض المنازعات في مركز التحكيم الرياضي للجنه الاولمبيه. الكلام دوت القضيه دي قائمه بعدم الهبوط، يعني الغرض الاساسي في رفع القضيه عدم الهبوط السنه دي واستكمال الدوري، ما فيش مشكله بالنسبه لنا. 14 نادي 14 نادي يا محمد موقعين على الغاء الهبوط السنه دي لعدم مبدا التكافؤ في الدوري المصري. 14 نادي طبعا انت بتتكلم في ايه؟ كل الايام يعني تكاد تكون كل الانديه. النادي الاهلي كان متضرر من الموضوع دوت. انا اجيب لعيب اتعاقد معاه لغايه 29 او 30/6 والبطوله هتستمر في افقد لاعبين. انا كنت متصور ان عقدي معاهم ده هينتهي مع نهايه البطوله، مع نهايه البطوله ده طبيعي. ما تجيش تقول لي يا محمد معلش اصل احنا عندنا التزامات افريقيه وبطولات افريقيه. طب ما كل افريقيا خلصت الدوريات بتاعتها، اشمعنى مصر وعندها التزامات وعندها ارتباطات دوليه وافريقيه ومحليه، اشمعنى احنا بس البلد الوحيده اللي تاجل لك فرقه تقعد شهر ما تلعبش ماتش؟ ده مش قانوني طبعا. ازاي فرقه تقعد شهر ما تلعبش مباراه؟ طيب. ده مش قانوني يا محمد. هل تتوقع ان الدوري هيستكمل ولا لا؟ ما بقولش تتمنى، انا بقول في دعوه للناس لعدم استكمال الدوري او لوقف الدوري او يعني عدم احتساب نتائج الهبوط هذا الموسم زي ما حضرتك قلت، موقع عليها 14 نادي او 14 فريق، يعني عشان ما يتاثروش او ما ينزلوش لدوري القسم الثاني او الدرجه الثانيه، لكن انا بتكلم في السيناريوهات اللي شايفها الاقرب الى الحدوث، ايه اللي هيحصل؟ الدوري ده سيستكمل؟ هيستأنف بعد نهايه كاس الامم ولا؟ من وجهه نظري صعب يستكمل، لان عندك كاس كمان، انت هتجيب منين الكاس كمان؟ ويعني الظروف غير مواتيه تماما، الظروف انت دلوقتي حاسسك قيد، انت عشان تقاد افريقيا تعمل قوائم افريقيه دلوقتي وقوائم الفرق الاساسيه، القائمه الاولى والقائمه الثانيه هتبقى تعلنها امتى وتحطها ايه اللي ممكن نعمله بشكل مختلف او نحضر له بشكل افضل واكثر احترافيه في الموسم الجديد؟ لازم تبقى في لجنه سريعه، لجنه موجوده اللي بيها زي ما بقول لك ما تبصش غير لمصلحه الفريق المصري ومصلحه الكره المصريه. احنا دلوقتي متخبطين. انا اتحداك ان في فرقه في العالم زينا كده بالظبط او في بلد في العالم زينا. احنا بنتكلم هنا عن لجنه تخطيط للمسابقات المحليه. طبعا ده اساسي. طب ما الناس هتقول لنا اللي بيسمعوك دلوقتي يا كابتن ضياء هيقولوا ايه الفرق بينها وبين لجنه المسابقات الموجوده في اتحاد الكوره؟ لا ما هو لجنه المسابقات الموجوده في اتحاد الكوره مع احترامي الكبير ليهم يعني ما حققتش المرجو منها. هو انا دلوقتي يا محمد بقول لك انا جايبك علشان تصلح لي حاجه ما صلحتهاليش. ما حققتش المطلوب مني. انا بتكلم مع احترامي الكام. يمكن في ضغوطات عليها. وانا بقولها لك انا متاكد في ضغوط عليها. هل يعقل ان انا وانا بلعب دوري المصري وعارف انه هيبتدي يوم كذا المفروض ينتهي يوم كذا خلال الفتره دي مش يتخللها مباريات لمنتخب مصر، مباريات افريقيه لفرق معينه موجوده المفروض الجدول يتحط ان شاء الله كل 3 ايام يا محمد، ايه المشكله؟ بلعب كل اسبوع ليه؟ بلعب كل 3 ايام. طب ما ليه كل بلاد العالم؟ هات لي بلد في العالم بتعمل اللي احنا بنعمله. تعمل لك يقول لك الاستبدال 3 لا خليه 5 لا خليه 10. اتحاد الكوره خد راي الانديه ديت في تغيير القرارات المصيريه للانديه؟ ما اعتقدش انه عمل الكلام دوت. خدها لوحده ودي سلطه تعتبر يعني تنفيذيه وليست سلطه اتخاذ قرار. انا باخد قرار يا محمد من الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه هي الانديه. الانديه صوتت على ان انا اغير من 5 اخليهم 500. ما حصلش ان انا اقول ان النهارده فرقه تقعد شهر ما تلعبش مباراه في دوري
بيتلعب فيه مسابقات وكل فرقه ممكن تلعب اربع خمس ماتشات في 10 12 يوم. طيب هل هنقدر ننجح ان شاء الله يعني بمسابقه الدوري العام ونطورها؟ الناس بتتمنى انها تسوق وتباع بمبالغ ضخمه جدا، ان عوائد البث لهذه البطوله تزيد، ان احنا نصل او ندخل في منظومه الدوريات الرابحه عالميا، والارباح دي ايضا توزع على الانديه اللي هي ليها الحق الاصيل في ان تفوز بارصده او اكثر من تقسيم هذه الانصبه من الارباح الماليه، انها توزع على هذه الانديه حسب طبعا مركزها وترتيبها وتاثيرها وجماهيريتها الى اخر هذه العوامل. في ناس بتقول ان احنا مش هنقدر نحقق ده ابدا طول ما احنا عندنا اتحاد هواه، طول ما احنا مش مطبقين دوري المحترفين ومش ماشيين بالنظام الاحترافي اللي الاهلي بيطالب بتنفيذه بقاله اكتر من 11 او 12 سنه بيقود الانديه المصريه للتطبيق ده، دوري المحترفين ومنظومه احترافيه ولجنه لانديه المحترفين في الدوري المصري. انا مع الراي ده طبعا، عمرنا ما هنوصل للحاله دي اطلاقا. اقول لك ليه يا محمد؟ احنا حتى كقسم تاني في الممتاز بيه عندك 36 فرقه عشان تطلع دوري قوي ودوري محترم وتطلع لعيبه تخدم منتخب مصر، تلعب انت ثلاث مجاميع ب 11 مباراه في دور ب 22 مباراه في الموسم، ده ايه النتاج بتاعه؟ ده يفرز لك ايه يا محمد؟ ده فشل. انا بقولها ده فشل. هل يعقل خمس اشهر طب ولا ست شهور وتقعد بقى تقعد تمد وتمط وتقعد وتدي وتقول طب بقيه الفتره دي الناس تعمل ايه؟ بقيه الفتره دي شركات كره القدم وانها يبقى في مراجعه لحساباتها وانها تبقى بتحقق ربح ما بتخسرش زي ما هو معمول بيه في الدوريات المحترفه في العالم، وفكره عوده الجماهير ان يبقى في تذاكر وارباح وحضور جماهيري وامتلاء الاستادات المصريه زي ما شفنا في كاس الامم الافريقيه كده، تواجد الجمهور وانه زي ما حضرتك قلت بيدي روح للملعب وللمباراه وبيخلي اللاعبين يأدوا كره قدم يلعبوا بافضل شكل ممكن حتى لو لاعبينا في البطوله دي ما كانوش موفقين يعني، لكن ده اللي بيدي طعم لمباريات الكوره بشكل عام. هنعمل ده ازاي؟ وهل هنقدر ننجح او نطور منظومه الرياضه وكره القدم المصريه من غير ما نحقق الاشتراطات دي ولا لا؟ انت عايز حد قوي يا محمد، حد بيعرف ياخد قرار من غير ما يكون حاسب له لو خدت القرار دوت وهو صح انا هقدر ولا لا. احنا بنعمل اعتبارات والاعتبارات دي وراها مصالح، والمصالح دي هي اللي مبوظه الكوره في مصر، والمصالح اللي مبوظه الكوره في مصر مش هترجع بالخير على مصر، ومش هنرجع بالخير على مصر طول ما احنا ما بنفكرش في مصلحه مصر. هات لجنه قويه، هات افراد عندك في مصر، عندك في مصر ناس اقوياء جدا، ناس محترمه وناس صالحه وناس سيرتها الذاتيه وسمعتها زي الفل. انا ليه مقتصر وليه قافل الدايره على مجموعه معينه؟ في مجموعه معينه بتدير الكره في مصر واضحه جدا للناس كلها يا محمد، انا مش بتكلم كلام الناس ما تعرفوش، لا انا بتكلم كلام منطقي جدا. في مجموعه معينه بتدير الكره في مصر، حتى الوكلاء بقوا حتى دلوقتي شغالين مع المدربين وشغالين مع رؤساء الانديه حتى في المنتخبات. هات لي منتخب دلوقتي في مصر حقق نتيجه طوال الفتره اللي فاتت، كله بيطلع. ده من امتى الكلام ده بيحصل يا محمد؟ يبقى لازم يبقى في حاجه غلط. انا مش بتكلم بخصوص حاجه، انا بتكلم في امر واقع. انا جبتك يا محمد عشان تدير لي منظومه، عندي اهداف محدده لازم احققها او لا. حققت لي حاجه يا محمد او اترك مكاني؟ انت حققت لي حاجه السنه دي؟ ولا حاجه. ايه اللي حققته لي؟ مفيش حاجه. وبعدين انت جيت على جرح دلوقتي ان كل مصر بقول لك يعني في ميت في كل بيت. انا بقول لك انا حاسس انا بمشي بعد المباراه وبعد الهزيمه حاسس مصدق. ليه حد يعقل ان احنا الدور الثاني يعني تطلع على طول في 16؟ تطلع حتى لو كان ادائك كويس كان يبقى نقول ماشي ما حظنا، ده في واحده، ده في اثنين، ده في خمسه، احنا عملنا حاجه بس لينا شكل في الملعب بس يعني ما فيش حاجه. انا يمكن منفعل او يمكن بتكلم برضو بحراره شويه، لكن انا بتكلم بكلام واقعي. احنا ما فيش مصداقيه في ادارتنا لكره القدم، ما فيش مصداقيه. انا بقول لك المصلحه بتتدخل بصوره وصلتنا للمرحله دي. طيب خلينا ناخد بعض الجوانب الايجابيه بعيدا عن اتحاد الكره. ايجابيه لا ما هو دلوقتي منتخبنا خرج خلاص واحنا قلنا كل الامور السلبيه، بس عندنا الايجابي طبعا ان احنا بنتمنى استمرار نجاح البطوله وان الكل يشتغل بنفس الروح والعزيمه اللي بدات بيها البطوله دي، جوانب ايجابيه. لكن في جوانب ايجابيه اخرى كمان مرتبطه بالنادي الاهلي ومعسكره الاوروبي، بدانا بيها في بدايه اللقاء معاك يا كابتن ضياء، قلنا خبر ان الاهلي فاز 9-0 في مباراته الاولى امام سوكر سمارت من انديه القسم الثالث في الدوري الاسباني. يا ريت تشرح للناس
ايه الهدف فنيا احيانا من مواجهه فريق اقل مني بفارق كبير عشان ادي ثقه للاعبين او اوضح بعض الامور الفنيه اللي بتحتاج ان المباراه تبقى ما فيهاش منافس على نفس درجه الاجابه. انا في البدايه محمد لما باجي اعمل فتره اعداد لازم فتره الاعداد دي يبقى ليها اهداف عندي. يعني نمره واحد في الاول انا بحط طريقه لعب، طريقه اللعب دي عايز انجحها، وعشان انجح طريقه اللعب دي لازم اجيب فرقه ما تقدرش تعطل لي الامكانيات والقدرات والطريقه اللي انا هلعب بيها. لازم اجيب اقل مني ولازم اتدرج في المستوى لغايه قبل المنافسات او الماتش الرسمي العب اصعب ماتش بالظبط. وممكن بعدها دي بتبقى استراتيجيات حسب مخاطط الاحمال والمدير الفني مع الجهاز. انا ممكن واحد من الناس اللي بشوف قبل ما ابدا المنافسه مثلا بحط اسبوع او 10 ايام اخر مباراه ليا 10 ايام سي اجيب فرقه برده متوسطه مش فرقه قويه اللي قبل المباراه ديت اللي قبل المباراه دي بوصل للطب عندي مع اقوى يمكن لو فرقه اقوى مني بلعبها. البدايه دي مهمه جدا بدات اخد الثقه لان اللعيب لما بياخد ثقه في طريقه لعب بيأديها على ما اعتقد بيبدا يبدع وفي نفس الوقت بيبقى عنده ثقافة المكسب وعنده ثقافة التسجيل وعنده ثقافة بناء هجمة وعنده ثقافة إفساد هجمة. كل اللي باخده في التمرين بقدر أحققه من خلال فرقة متوسطة أو ضعيفة اللي بيها أقدر أقول الطريقة دي تنفع معايا ولا لأ. أبدأ في التدرج لغاية ما أوصل للي أنا عايز أوصل له قبل المنافسات الأساسية بالنسبة لي، لكن أبدأ وأقول أنا لعبت فرقة تقيلة وأنا لسه بعمل خطة جديدة أو بعمل هجمة جديدة أو بتعلم مجرد جملة أنا بحاول أحققها. ده بياخد وقت كتير جدا يا محمد على فكرة. فالجهاز في الحالة دي مش هيبقى عايز إن المنافس يبقى عبء على الفريق في الملعب. إطلاقا، لا مجهود، أقول لك حاجة. هو مش بياخد الماتش دوت كمان، أنا متأكد إن المباراة هو يعني لو الأهلي أوكي النهاردة لعب ممكن يكون يتمرن فترتين الصبح. ممكن يتمرن مثلا الساعة 7 الصبح مثلا والساعة 12 وبيدي حمل عالي مع فرقة ما تديش مجهود جامد على الفرقة عشان ما تديش أي إصابات. فدي برضو تبقى حسب خطة الأحمال أو حسب مخطط الأحمال اللي موجود معانا في النادي الأهلي. لكن أنا ما اديش حمل عالي قوي وشغال الصبح وفي نفس الوقت تحصل لي مشكلة، فبقى محتاج فرقة يعني أقدر أتعامل معاها وأوصل للي أنا عايز أوصل له من خلال، مش أنا ما يهمنيش نتيجة مكسب أو لا إطلاقا، أنا يهمني إن أنا خدت جملة أطبقها أشتغل عليها. حتى كان فترة من فترات النادي الأهلي لما كان موجود كابتن جوهري رحمة الله عليه كان بيحب يشد الفرقة يا محمد في الدرجة الأولى. كان بيلعب مين؟ كان بيكلم كابتن جوهري كابتن عادل طعيمة ربنا يديله الصحة وطولة عمره كابتن عادل ويقول له أنا عايز أعمل معاك ماتش الأسبوع الجاي. كانت فرقتنا موجودة مين يا محمد؟ فرقة تقيلة جدا. كان لما فرقة الدرجة الأولى بتعرف إنها تلعب 19 سنة أو 21 سنة كان بيبقى يوم ما يعلم به ربنا. ليه؟ عايز يشد الفرقة. انت واخد بالك من يعني واحنا صغيرين اللاعبين الاصغر سنا عايزين يظهروا قدام الدرجه الاولى واحنا كنا لعيبه يعني 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 كنا لعيبه كويسه وكنا جيل محترم جدا. يعني جيلنا كان جيل محترم جدا. فلما كان كابتن جوهري بيحب يشد الفرقه كان بيلعب مع فرقه كابتن عادل طعيمه على النقيض تماما في بدايه الاعداد. لما كان بيحب يعمل فرقه بيجي فرقه قسم ثالث او قسم رابع علشان يبدا يشتغل يطبق الفكر اللي هو عايزه فنيا. ده طيب الغرض. المعسكر الاوروبي بشكل عام ازاي نستفيد بيه بافضل شكل ممكن؟ الاشادات اللي جايه من المعسكر في اسبانيا الكل راضي عن المعسكر وان كل الظروف المحيطه بالفريق بتهيئه لانه يوصل لاعلى درجات التركيز واعلى معدلات الاداء الفني والبدني. شايف ازاي فكره المعسكرات الاوروبيه؟ المعسكرات الاوروبيه بتديك حاجات كويسه جدا 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 على المدى الطويل شويه. يعني انت بتحط مخزون خلال فتره المعسكر ديت، مثلا كان معسكر 12 يوم 13 يوم حسب الايام الموجوده فيه. اولا يبقى عندك اكل صحي كويس قوي، بتنام كويس قوي، انت تحت عين الجهاز الفني باكمله. يعني صاحي نايم رايح جاي طول الوقت، الحياه كامله فيها معايشه، فبقدر ادي لك مخزون كويس جدا خلال الفتره دي. انا ببني الفتره دي فتره بناء، فانا طالما بنيت كويس جدا خلال الفتره دي اديت احمالي كويس قوي، اديت سرعاتي كويس قوي، اديت البدن بتاعي كويس قوي، اديت الفنيات بتاعتي كويسه قوي، اشتغلت تماما على كل الخطوط عندي، انا على ما اعتقد قربت وجهات نظر اللعيبه اللي لسه داخله منضمه جديد على 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 الفرقه، الانصهار بقى وحته الخوف او الرهبه وان انا في نادي اهلي او ان انا في نادي كبير ومعايا اسماء كبيره، الرهبه دي بتزول من خلال المعسكرات. المعسكرات دي بيتخللها حته الانصهار، واخد بالك؟ كله بيبقى يعني منصهر في وسط بعضه، عايش معاك اكتر ما بعيش مع اولادي ومع اخواتي ومع مع اهل بيتي 12 يوم او 13 يوم 14 يوم حسب مده المعسكر.
فدي مهمه جدا، لان دي الفتره تعتبر الاساسيه اللي بيبني فيها اي مدير فني الحاله البدنيه، وبتك على الحاله البدنيه اكثر منها فنيا. يعني انا بقول لحضرتك ممكن اتمرن 7 الصبح، يعني بتشوف اكتر ان المعسكرات اللي بتسبق اي موسم دي فرصه للشغل البدني اكتر، ده اساسي تجهيز الفريق بدنيا للموسم كله، ده اساسي اكتر من الجوانب الفنيه سواء بره مصر او جوه مصر. انا يهمني مكان مغلق، الولد يتمرن كويس او اللاعب يتمرن كويس، ياكل كويس، يتمرن كويس، ينام كويس، ياخد راحته كويس قوي. لان انت بقولك انت بتاخد مخزون، المخزون ده صدقني بيقعد معاك لغايه نهايه السيزون، الا لو حصلت مشكله وطالت الفتره ممكن تعمل معسكر خفيف. ودي طبعا بترجع للمخطط الاحمال اللي موجود في الفرقه، وبترجع للمدير الفني، لانه الطبيعي انت بتعمل معسكر طويل شويه في بدايه الاعداد، وبعدها المفروض بشهر مثلا بتعمل معسكر قصير 10 ايام 9 ايام 7 ايام حسب الحاله او حسب المده المقرره في البرنامج المحطوط للفرقه قبل المنافسات، وبتشتغل عليه. لكن الطبيعي انا شايف ان المعسكرات دي مش الطويله قوي، مش شهر، انا بقول ماكسيمم اسبوعين في الاول، 10 ايام الثاني، لو انت احتجت وشايف وترجع للمدير الفني برضه وللجهاز ان قبل المباراه الاولى لو محتاج تربط قوي المجموعه ممكن يوم او يومين على الاكثر. الطبيعي بياخد يوم واحد ليله المباراه، لكن ممكن تاخد يومين لو احتجت قوي حاجه معينه تحفظها او تديها للفرقه، مش مشكله. ايه اللي ممكن تقوله دلوقتي او رساله بتوجهها لرباعي النادي الاهلي الدولي اللي كان موجود مع منتخبنا الوطني عشان يقدروا يخرجوا من حاله التاثر بالخروج المبكر، او انهم ودعوا البطوله في دور ال 16، وانهم يدخلوا بسرعه في اجواء الاستعداد مره ثانيه مع النادي الاهلي ويوصلوا لمعدلات ادائهم اللي ان شاء الله نتمنى انها تكون جيده جدا في البطولات المحليه والافريقيه؟ انا شايف ان الاربعه الموجودين في النادي الاهلي كل واحد ادى دوره على اكمل وجه. يمكن الشناوي كان واحد من نجوم الفرقه لحد ما خرجت. شايف ان وليد الوقت اللي كان بينزل فيه كان بيأدي فيه كويس جدا، او على الاقل كنت بتحس ان يبقى فيه ممكن تبقى فيه خطوره من خلال وليد. وليد شارك في مساحات قليله جدا، قليله، انا بقول حتى الوقت اللي بتحس فيه قليل. مروان محسن عمل اللي عليه كفيرود، يمكن المشكله في الامداد. يعني انا كراجل فيرود المفروض انا وصلت لي كام كوره، انا بحاول انا بس مش المباريات دي اللي اقول لك اخلق لنفسي فرص فيها او انزل تحت قوي علشان اضيع مجهودي واعمل لنفسي فرصه او اعمل لنفسي خطوره او اعمل لنفسي هجوم واعمل حاجه كويسه ليا وافقد ميزتي في ال 18 فوق. ما اعتقدش ان في حد يعني شايف ان هو يعني اثر اشرف، يعني ادى اللي عليه كباك ليفت برضو كان يعني هنقول بنسبه كبيره يعني ماشي كويس. يمكن الفتره اللي فاتت كان بيلعب سيرد باك كتير مع النادي الاهلي، فتره طويله جدا كمان مش في المركز ده مع النادي الاهلي، بيلعب مساك كسيرد باك مع النادي الاهلي، ادى يعني هنقول المطلوب منه بالظبط، ما كناش محتاجين زياده لكن ادى المطلوب منه بالظبط. صفحه وانطوت، صفحه واتقفلت. نفكر الفترة اللي جاية احنا عايزين ايه، احنا محتاجين ايه، احنا عايزين نعمل ايه، وما نتأثرش كتير. لان معلش يا محمد احنا ما عملناش اللي زعلنا من الخروج، زي ما بقول لك يعني مع احترامي الجزائر لو خرجت في دور الثمانية كل الناس هتزعل عليها، انها شفت منها الناس بتقول لا يعني دلوقتي ان ده افضل فريق في البطولة بامانة. لا انا شفت ناس كتير قالت كده، الرأي ده من الاراء الغالبة جدا على الناس. الروح اللي احنا كنا مفتقدينها يا محمد موجودة عندهم، روح الجماعه وروح الفرقه موجوده عندهم. فبتقول دلوقتي بتقول يا كابتن ضياء ان لما الفريق يعمل اللي عليه ويبقى جاهز فنيا وبدنيا ويؤدي بروح قتاليه حقيقيه ويقدم عروض فنيه مميزه، يوم ما يخرج من البطوله او ما يبقاش موفق الناس بتزعل، بتقول انت فعلا كنت تستحق الاستمرار في البطوله او كان عندك باد لك في ماتش من الماتشات ما كنتش موفق، لكن بتقول ان احنا ما استعدناش كويس، منتخبنا ما استعدش كويس. انا شايف كده طبعا. حتى الماتشين اللي اتعملوا قبل انطلاق البطوله انا مش عارف ليه دي نمره واحد، قيمتهم الفنيه كانت ضعيفه جدا، ما لهمش ايه لازمتها، ايه لازمتها نمره اتنين انت استقريت على مجموعه، نمره تلاته انت ليه ما طولتش الفتره شويه علشان شايف انت. انا واحد من الناس كمدير فني زي ما بقول لك يا محمد لما بختار فرقه مش بختار من 15 20 واقول لك انا هاجي اختار في يناير، انت مفتوح انت عندك اضرب بقى 18 نادي في 25 لعيب، عندك 300 لعيب مش هقدر اختار منهم 25 او 20 لعيب مع المحترفين اللي بره اعمل بيهم حاجه كويسه. يا
محمد انا ممكن احفظ جمله في اسبوع او في 10 ايام بس يبان ان انا كنت عايز اعمل حاجه ودي سهله مش صعبه والله. عموما الكلام يعني الوقت بينتهي وقتنا بينتهي ولسه فقراتنا مستمره وعندنا بعد قليل فقره زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي ومتابعه خالد العوضي المتميزه لكل ما يحدث على مستوى الرياضات الاخرى او كل الرياضات باستثناء كره القدم داخل النادي الاهلي وعلى مستوى المنافسات في مصر في هذه الرياضه او تلك بشكل عام. هيكلمنا النهارده عن التطور في قطاع كره اليد في النادي الاهلي والتطوير الجديد والمصحوب ايضا بكوادر جديده وبعض الخبرات القادمه لإضافة المزيد من التألق لكرة اليد في نادي الأهلي أو تطوير منظومة كرة اليد في نادي الأهلي وانعكاسها على النتائج في الفترة الجاية إن شاء الله. بعد قليل زميلي العزيز خالد العوضي، ابقوا معنا في نهاية هذا الحوار. بشكر ضيفنا المدير الفني للفريق الداخلية ولاعب النادي الأهلي سابقا الكابتن ضياء عبد الصمد، شكرا جزيلا لك. شكرا محمد، ربنا يخليك. يا محمد مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي ولحلقه جديده او فقره جديده للالعاب الاخرى في النادي الاهلي. نبدا بفقره الاخبار وهي الفقره الاخبار النهارده عندنا ثلاث اخبار لتنس الطاوله والسباحه وكره السله لمنتخب مصر للشباب اللي بيلعب في بطوله افريقيا. نبدا بخبر لتكريم النادي الاهلي لابطال التنس طاوله الفائزين ببطوله افريقيا للناشئين والناشئات في الكونغو. كانت اقيمت الشهر اللي فات البطوله في الكونغو وقدر لاعبتنا يقدروا يكسبوا هذه البطوله والتكريم جاء من مجلس اداره النادي الاهلي وكان متواجد داخل التكريم المهندس خالد مرتجي اعضاء مجلس الاداره المهندس خالد مرتجي والاستاذ محمد الضماطي والاستاذ ابراهيم الكفراوي كابتن جوهر نبيل والدكتور مهند مجدي. التكريم كان في مدينه نصر وفعلا يعني نيابه عن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره كابتن خالد مرتجي هنى اللاعبين وقال لهم كلام يعني قال لهم فعلا للامام دائما ودايما بترفعوا اسم النادي الاهلي في المحافل الدوليه. خلينا نروح لتقرير عن حفله تنس طاوله في نادي اهلي مدينه نصر وترجعوا لنا مره ثانيه. الحمد لله وشكر لله طبعا انجاز كبير جدا بالنسبه لاسره تنس الطاوله والجهاز الفني بتاع تنس الطاوله ان خمسه من اللعيبه حققوا كل الايفنتات بتاعه بطوله افريقيا وفي منهم ايفنتات اول وثاني من النادي الاهلي عندنا فده طبعا حاجه انجاز جميل وبدايه موسم جميل خلوا الواحد كده يعني يبقى ليه نفس في اول الموسم. اكيد طبعا احنا طبعا بنهدي طبعا البطولات افريقيا دي للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وبنهديها كمان للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي لان بصراحه موفرين لينا كل اي حاجه بنطلبها ما بيتأخروش على أسرة تنس الطاولة. أنا طبعا بشكر اللعيبة على المجهود اللي هم بيبذلوه لأن احنا فعلا موسم طويل وبنبدأ الموسم صباحا ومساء تدريب فأنا طبعا بشكرهم وببارك لهم على بطولة أفريقيا وبتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هم يحققوا بقى في بطولة العالم لأن احنا منتظرين منهم الكتير والكتير. طبعا النهاردة كعادة مجلس الإدارة بيكرم فرق الرياضية الكسبانة بطولات والنهاردة حضر أعضاء مجلس الإدارة المحترمين لتكريم أبطال أفريقيا وأبطال مصر طبعا وأبطال أفريقيا وبعض اللعيبة مؤهلين لبطولة العالم على النتائج اللي هم عملوها في الفترة اللي فاتت. طبعا إذاعة الماتشات قبل كده ما كانش بيذيعوا الماتشات بتاعت النهائيات بتاعت التنس الطاولة إنما السنة دي السنة اللي فاتت ابتدى يبقى في إذاعة للماتشات فابتدى الجمهور يعرف يعني إيه تنس الطاولة ابتدى يحس بالفرق بتاعته ويشوف المكاسب اللي بتحققها الفرق الحمد لله وطبعا مجلس إدارة دايما مولانا في كل حاجة بتوفير كافة متطلبات الفرق وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي برضه ورانا وهو بيدعمنا مع مجلس الاداره في كل حاجه احنا بنطلبها عشان كده بتترجم الكلام ده لنتائج الحمد لله على الواقع. اقول لعيبه تنس الطاوله والفريق والجهاز الفني طبعا انا متشكر على النتائج الطيبه اللي انتم عملتوها او الممتازه اللي انتم عملتوها السنه اللي فاتت
ونحط عليكم وعلى اعطيكم ان هم يكرروا طبعا النتائج دي تاني علشان نبين لمجلس الإدارة ونرد الجميل لمجلس الإدارة على اللي هم بيعمله لنا طول السنة. والله احنا تعودنا من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ان هم تملي بيشاركونا في الانتصارات بتاعتنا، وبصراحة دي حاجة جميلة جدا ان أعضاء مجلس الإدارة يجي يشرفونا عشان يكرموا اللاعبين بتوعنا اللي هم فازوا بالبطولات بطولة أفريقيا. احنا عندنا اللاعبة هنا جودة فازت ببطولة أفريقيا للناشئة تحت 15 سنة، اللاعبة فريدة ناصر بالمركز الثاني، عندنا اللاعبة سارة عبد العزيز فازت بالمركز الأول تحت 18 سنة ناشئات ببطولة أفريقيا، عندنا اللاعبة مريم هشام وأختها مروة هشام الاثنين وصلوا فاينل، مريم خدت المركز الأول ومروة فازت بالمركز الثاني. تشريفهم لينا ده حاجة جميلة ودافع كبير للولاد والبنات على تحقيق احسن المراكز اللي دايما بنسعى ليها كلنا كنادي اهلي، ودايما بندور على البطوله والمركز الاول زي ما قلت لحضرتك كنادي اهلي. يعني وجود اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي النهارده ده تكريم وشرف، نتمنى يا رب ان هو يتكرر دايما كده ودايما نبقى محققين المراكز الاولى، وده عهد يمكن علينا مع النادي ومع الاداره، والحمد لله احنا ماشيين على النهج ده على طول الحمد لله. والله احنا خدنا كل حاجه الحمد لله السنه دي يعني، ويمكن عندنا انديه افريقيه كمان ايام قريبه اسبوعين ولا حاجه ان شاء الله في نيجيريا، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا بيها يا رب ويكلل مجهودنا السنه دي وتعبنا احنا والولاد والبنات على خير يا رب يعني. طبعا بالتكريم سعاده باعضاء مجلس الاداره اللي دايما فاكريننا دايما في كل تكريم او كل محافل احنا بنعملها هم بيبقوا متواجدين. تكريم النهارده هو يعتبر تكريم لبطولات افريقيا اللي كان لعيبه النادي الاهلي مشرفينا وكانوا هم الابطال فيها. الحمد لله دايما بيبقى النهائي مصري، ولو مصري الاثنين من الاهلي كمان، ولو بيبقى حد مع غير مصري بيبقى برده من النادي الاهلي، لعيب بيبقى من النادي الاهلي. فطبعا دي حاجه الحمد لله احنا دايما بنشكر ربنا ان احنا دايما مشرفين مصر ورافعين راس النادي الاهلي لفوق. بالنسبه لقطاع البنات احنا الحمد لله واخدين بطوله الجمهوريه 12 و15 و18 و21 والسيدات الحمد لله خد واخدين كل الميداليات. بالنسبه لبطوله افريقيا احنا واخدين 15 و18 وال21، وطبعا السيدات دينا مشرف. فالحمد لله احنا في المحافل العربيه والافريقيه والجمهوريه الحمد لله واخدين كل الميداليات كلهم من النادي الاهلي. انا اتعلمت بينج وانا عندي 7 سنين، ودخلت نادي الاهلي من 2015. قولي بقى ياسين، ليه اخترت لعبه تنس الطاوله؟ يعني مين اللي شدك ليها؟ هل باباك، هل مامتك، ولا انت كنت يعني عندك هدف ان تلعب تنس طاوله؟ لا، بابايا كان مدرب وهو يعني اللي خلاني العب واحب اللعبه. احكي لي بقى بطوله افريقيا وحصولك على بطوله افريقيا، اصعب الماتشات والمباريات بالنسبه لك كانت ايه؟ كانت مباراه نهائيه مع اللاعب النيجيري، كنت متقدم 2-0 وراح هو راحت بقت 2-2 وفزت اخر جيم. وانا بابايا كان بيلعب تنس طاوله زمان، واخويا يعني وعيلتي انا، فكنت بروح اتفرج عليهم وكده وحبيت اللعبه يعني. استعدادك الفتره اللي جايه عندك بطولات ايه واستعدادك ايه؟ في عندي بطوله جمهوريه يوم 1/8 معموله في القاهره استاد، وبطولة العالم بتاعت 15 سنة معمولة في عمان. أصعب المواجهات ليك كانت في بطولة أفريقيا، أصعب مواجهة كانت مواجهة مين؟ مواجهة لاعب خليل ستا من تونس. بلعب تحت 12 و15 و18، فأنا في بطولة كنت بلعب بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت تحت 12 سنة وأخدتها، السنة دي لعبت بطولة أفريقيا تحت 15 سنة وأخدتها برضه السنة دي الحمد لله. أنا ليه اخترت لعب التنس الطاولة، ومين اللي حببك إن أنت تلعبي ويشجعك إن أنت تلعبي بالتنس الطاولة؟ أنا بس كان أخويا بيتمرن سباحة فوق، وبعدين مامي كانت بتقول لي تعالي ندور على لعبة تلعبيها، فبعدين قلت ألعب تعالي نجرب. جربنا قبليها جمباز وسباحة وهاندبول في النادي، وبعدين حبيت التنس طاولة أكتر حاجة كده. أكيد زي ما شفنا قدامنا أبطال كبار هم ناشئين فعلا، لكن إن شاء الله في المرحلة القريبة هيكونوا أبطال إن شاء الله بإذن الله كلنا متوقعين، بالذات بالأخص
لهانا جودة اللي هي دلوقتي 13 سنة ان هي توصل لمستوى العالمي قريبا جدا مع كل ابطالنا. اكيد لهم الف مليون مبروك وان شاء الله دايما في انتصارات ودايما في انجازات. خلينا نروح الخبر الثاني معانا النهارده وهي كرة السلة واربع لاعبين من تحت 16 سنة في النادي الاهلي مع منتخب مصر في الراس الخضراء اللي بيلعبوا بطولة افريقيا. قدروا يفوزوا اول مباراة على نيجيريا 86-77 وتاني مباراة على فريق أنجولا 86-61. المنتخب بيضم الأربع لاعبين مؤمن طارق خيري وعلي وحيد وكريم وليد أبو سريع ومحمد وليد عبد المحسن. المنتخب هيلعب النهاردة مع الراس الأخضر اللي هي البطولة مقامة فيها، والمجموعة بتضم مصر ونيجيريا وأنجولا والراس الأخضر والجزائر. مصر في طريقها عشان تبقى في صدارة إن شاء الله المجموعة وتلاعب رابع المجموعة الثانية في دور الثمانية. البطولة مؤهلة إلى بطولة العالم إن شاء الله بإذن الله في 2017. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله والفوز ببطولة الأفريقية. هنروح لآخر خبر معانا النهاردة وهو عبد الرحمن سامح. نجم عبد الرحمن سامح انتقل حديثا من نادي التوفيقية إلى نادي الأهلي صفقة في السباحة. كان صفقة السباحة كان بحضور أو الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي، قدر أنه هو يتعاقد مع اللعيب وكابتن وائل عزت طبعا أكيد رئيس الجهاز أو مدير جهاز ألعاب الماء هو كان السبب في هذا التعاقد. كان طلب اللعيب لأنه لعيب عنده 19 سنة وفي نفس الوقت محقق إنجازات كبيرة جدا. محقق في قبل كده برونزية سباق 50 متر حرة في الأرجنتين 2018 وذهبية بطولة أفريقيا بالجزائر 2018 وفضية دورة ألعاب البحر المتوسط 2018، وكمان هو صاحب الرقم القياسي في 50 متر فراشة. أول ما عبد الرحمن سامح مضى قال أنه هو سعيد جدا لو انضم إلى نادي القرن وأنه هو بيتمنى أن يحقق إنجازات كتيرة جدا مع النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية زي ما هو حقق إنجازات قبل ما يخش القلعة الحمراء، لكن هو عايز كمان يطلع إلى عالمية ويوصل لأعلى المراكز وأعلى الميداليات. خلينا نروح لتقرير عن عبد الرحمن سامح وتواجده داخل النادي الأهلي ونرجع نستقبل ضيفنا الكبير كابتن محمد متولي نجم من نجوم النادي الأهلي في عصره الذهبي في كرة اليد عشان نتكلم على الحديث المهم وهو تعاقد النادي الأهلي النهاردة مع المدرب السويدي أولان لاندجرين، ونتكلم معاه ونستفيد معاه في الحوار على المدرب وعلى الفريق وعلى الموسم الجديد إن شاء الله بإذن الله. النادي الأهلي من الكوادر العريقة جدا في مجال الرياضة عامة في مصر، سواء في أي رياضة جماعية أو فردية، فده شرف لي إن أنا انضم في النادي الأهلي صراحة. هو الكابتن وائل عزت رئيس جهاز ألعاب المياه بالنادي، تحدث مع المدير الفني بتاعي في النادي، بس المدير الفني طبعا ما كانش حابب الموضوع قوي إن أنا أنقل من النادي بتاعي، بس أنا كنت شايف إن ده أفضل لي إن أنا أنقل، خصوصا إن هما بيقدروا اللاعبين المقيمين بالخارج بالذات الولايات المتحدة الأمريكية، للأسف النادي بتاعي ما كانش بيقدر حاجة زي كده، بس فده كان من المفاوضات اللي حصلت يعني. أنا لاعب كنت في منتخب مصر للناشئين لحد السنة اللي فاتت، وشاركت معاهم في دورة ألعاب بحر المتوسط للكبار مش للصغيرين، شاركت في دورة ألعاب أفريقيا للناشئين حصلت على 3 ذهب، في دورة ألعاب بحر المتوسط حصلت على 1 فضة، بطولة أفريقيا للعمومي حصلت على 2 ذهب، أولمبياد الشباب حصلت على برونزية، ولسه متأهل مؤخرا لبطولة عالم للكبار في كوريا إن شاء الله من يوم 21 إلى يوم 27 تالي يوليو، مسافرين المفروض يوم 14/7 بإذن الله. وبس كابتن رؤوف قال لي احنا انت بتخرج من بيتك نادي التوفية وهتدخل بيتك الجديد النادي الأهلي، سيبا هو قال لي ان هي ما يميز النادي الأهلي عن بيت النادي التانية ان هو التنظيم والمصداقية، ان انا عارف انا ايه حقوقي وايه واجباتي وهم عارفين ايه حقوقهم وايه واجباتهم اتجاهي، فده اللي بيخلي النادي الأهلي من اهم الكوادر الرياضية في مصر حاليا. أوعد المسؤولين إن شاء الله إن أنا أبذل قصارى جهدي إن أنا أرفع اسم النادي الأهلي عالي وإن أنا أحسن من نفسي وأطور من نفسي وأبقى زي ما يقولوا إمباكت كويس على الفريق بتاع النادي الأهلي، وأوعد طبعا جماهير النادي الأهلي من هم يشوفوا كل شيء كويس إن شاء الله.
إلى أسبانيا. أهلا بمشاهدي قناة الأهلي مرة تانية في الجزء الأخير من الأهلي الليلة. النهاردة لازم أرحب بضيفي الكبير النهاردة، نجم من نجوم النادي الأهلي في التسعينات وجيل عظيم، جيل حقق النادي الأهلي الكثير من الإنجازات في مجال كرة اليد. كرة اليد هي يعني محيرة جمهور النادي الأهلي ومحيرة كل جماهير النادي الأهلي في كل العالم بصراحة، كرة اليد أو كرة السلة. الحمد لله تم التعاقد الجديد مع كرة السلة مع كابتن أشرف توفيق المدير الفني، هو ابن من أبناء النادي الأهلي لكرة السلة، والحمد لله تم التعاقد اليوم مع المدير الفني السويدي، مدير فني سي في قوية جدا هو أولا لاندجرين. معانا نرحب بضيفنا النهاردة كابتن محمد متولي، نجم من نجوم التسعينات في النادي الأهلي. كابتن محمد مشرفنا ومنورنا. مساء الخير يا كابتن خالد، ومساء الخير على المشاهدين كلهم. يعني في فرق اكيد بين جيل التسعينات وجيل الالفينات في النادي الاهلي، الفرق فيها يا كابتن متولي؟ هو بصراحه بالجيل التسعينات احنا كنا مترابطين مع بعض جدا، وكلنا بنتحرك مع بعض، وكلنا هدفنا ان احنا نكسب، وهدفنا ان احنا نعمل سي في قوي كلعيبه يعني. ده اعتقد هو ده الفرق يعني. شايف ان الجيل ده يختلف عن الجيل القديم في الناحيه اللي هو التجميع الفرقه مع بعضيها؟ دي حاجه مهمه جدا لما كل اللعيبه تبقى موجوده مع بعض، وكل واحد عارف اسره التاني ومشاكلنا احنا كلها بنحلها. دلوقتي بحس ان كل لعيب لوحده، الفرقه دي ما بتعملش السبورت ليهم يعني. الجمعيه هي اللي بتنجح اي حاجه في الدنيا، الجمعيه بتنجح اي حاجه. النهارده النادي الاهلي تعاقد مع مدير فني سويدي، وهو مدير كان منتخب السويد قبل كده، وكان مدير لانديه كبيره في اوروبا وكسب. رايك ايه في التعاقد النهارده؟ هو بصراحه الراجل السي في بتاعه محترم جدا يعني، وكلاعب واخد كاس عالم مرتين، واخد مركز ثاني، واخد مركز ثالث. انا شايف ان شاء الله يبقى في طفره باذن الله مع المدرب، ومدرب الأحمال بتاعه برضو قوي جدا جدا. ودلوقتي كرة اليد بتعتمد على قوة وسرعة، فهو أعتقد أنه جاب مدرب معاه كمان مدرب أحمال هايل يعني. طيب خلينا نروح لتقرير عن المدير الفني الجديد أولا لاندجرين، ونعرف عمل إيه وكسب إيه، عشان نرجع نكمل مع كابتن متولي. نجح مسؤول الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي في التعاقد مع المدرب السويدي أولا لاندجرين للإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل. يأتي التعاقد مع المدير الفني السويدي للعودة إلى منصات التتويج من جديد. حرص السويدي على زيارة فرعي النادي بالجزيرة وأهلي مدينة نصر لرؤية منشآت النادي والتعرف على كل كبيرة وصغيرة داخل القلعة الحمراء. نستعرض في التقرير التالي أرقاما في حياة المدرب السويدي. هو من مواليد عام 1964، بدأ حياته في ملاعب كرة اليد مدافعا عن ألوان نادي دروت السويدي، ثم استكمل مسيرته بين الدوري المحلي والدوري الألماني حتى اعتزل عام 2003. حصل على بطولة الدوري السويدي أعوام 83، 87، 90، 95. شارك مع منتخب بلاده في 376 مباراة، سجل خلالها 482 هدف. توج المدير الفني الجديد ليد الأهلي حينما كان لاعبا بميداليات مونديال اليد مع منتخب بلاده عامي 90 التي أقيمت بتشيكوسلوفاكيا، و 99 التي احتضنتها القاهرة. حصد المركز الثاني في بطولتين أعوام 97 و2001، المركز الثالث في بطولتين أخريين أعوام 93 و95. نجح السويدي في الفوز رفقة أحفاد الفايكينج ببطولة أوروبا مواسم 94، 98، 2000، 2002. الميدالية الفضية للدورة الأولمبية 92، 96 و2000. من جانبه يملك المدرب المساعد روبرت أرهينوس صاحب 40 عاما مسيرة مميزة مع كرة اليد، عمل مدربا لفريق سكوفاد، خاض حينما كان لاعبا 198 مباراة محلية في السويد خلال الفترة من 2000 وحتى 2011. حصل مع المنتخب السويدي على المركز السابع في بطولة العالم 2009،
يأمل عشاق ومتابعو كرة اليد بالقلعة الحمراء أن ينجح العملاق السويدي في قيادة الفريق نحو البطولات ومعانقة منصات التتويج من جديد خلال الموسم الجديد. زي ما احنا شفنا ما شاء الله سي في قوية جدا من ناحية كمدرب كلاعب ككل حاجة، واخد بطولات ما شاء الله بطولات أوروبا وحصل مع المنتخب السويدي على عدة مراكز قوية جدا، وفي نفس الوقت هو لعيب حصل بطولة عالم. أكيد هو عنده طموح جديد النهاردة داخل النادي الأهلي وداخل أكبر نادي في الشرق الأوسط أنه يحقق معاه إنجازات جديدة. أعتقد ده يعني مدرب أو مدير فني على قدر النادي الأهلي، نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن المنظومة كلها تشتغل وفريق الهاندبول بإذن الله يوصل لمنصات التتويج بإذن الله في المرحلة القريبة دي بإذن الله. كابتن محمد، النهارده شايفين مدارس مختلفه جوه مصر، مدرسه اسبانيه في الاتحاد المصري، مدرسه سويديه داخل النادي الاهلي، شايف ان هو الاقرب مدرسه اسباني فرنساوي سويدي، شايف المدرسه ان هي الاقرب للنادي الاهلي؟ هي المدرسه السويدي قريبه مننا قوي يعني، وان شاء الله كده بالسي في المحترم وشخصيه المدرب ان شاء الله السنه دي هيبقى في حاجه كويسه وربنا يكرمنا، ودي حاجه دي الحاجه اللي بتفرحنا لما كره اليد في النادي الاهلي تاخد كل البطولات دي، احنا بنبقى اسعد ناس يعني. شايف النادي الاهلي النهارده لما وفر كمان مخطط احمال اللي هو روبرت أرينسون، وشايف الموضوع ازاي النهارده مدير فني مخطط احمال الاثنين جايين من بره بيخططوا للنادي الاهلي لمنظومه كره اليد؟ هو انا شايف ان الاثنين مع بعض هيعملوا شغل ان شاء الله كويس جدا، وانا بقول لك مدرب الاحمال ده قوي جدا، وكره اليد في العالم دلوقتي هي قوه وسرعه، فدي لو اتواجدت مع فريق النادي الاهلي اعتقد ان شاء الله كل البطولات هتبقى ليهم باذن الله. النهارده النادي الاهلي او كابتن عمر شوقي رئيس جهاز كره اليد نزل بمعدل الاعمار، نزل لغايه ل 25 سنه 24 سنه، رايك ايه في نزول معدل الاعمار في فريق النادي الاهلي وتوليفه النادي الاهلي السنه دي وتشكيلته في الدوري او في كره اليد؟ واكيد الكابتن عمر شوقي يعني زي ما نقول جوه المطبخ، وعارف الاعمار السنيه لازم تبقى في نزول شويه، بس لازم يبقى فيه عناصر خبره، وانا شايف ان شاء الله كده مع الكابتن عمر شوقي هيبقى في شكل جديد ان شاء الله، وده اللي احنا بنتمناه اكيد. لكن شايف في فرق جيلين، جيل كابتن محمد متولي وانجازات مع النادي الاهلي 8 دوري 3 كاس او 4 كاس 2 3 بطوله افريقيا، يعني انجازات كبيره في الجيل في 10 سنين، شايف ايه اللي ينقص الجيل ده عشان يقدر يكمل المسيره دي؟ هو بمنتهى الامانه الجيل ده ناقصه الترابط والجمعيه مع بعض. لو تفتكر يا كابتن خالد واحنا كلنا كنا مع بعض وانت من الناس المحترمه يعني، الله يكرمك يا كابتن، كلنا بنتواجد مع بعض، كلنا عارفين مشاكل بعض وبنحل مشاكلنا مع بعض. المشكله دلوقتي ان الناس بحس ان هم بعيد عن بعض، التمرين يخلص كل واحد يروح بيته او بيروح شغله. اللي كان منجحنا ان احنا كلنا كنا مع بعض. طيب دلوقتي كان الجيل بدايتك كانت في اسماعيليه، انتقلت الى النادي الاهلي، ايه اللي اتعلمته جوه النادي الاهلي يا كابتن متولي قبل ما تطلع كمان تبقى مدير فني لنادي الوحده الاماراتي؟ واكيد انت النهارده انت راجل اجنبي او المحترف في نادي الوحده الاماراتي، تعاملت مع المواقف دي كلها ازاي؟ هي بتبقى نقله، انت حلم انك تروح من الاسماعيلي بتروح النادي الاهلي، ده حلم والحمد لله حققته، وبعدين دخلت جوه الفرقه وكان كلهم الناس في معوقات بصراحه. لا والله يعني هو كان كلهم بصراحه، انا بس يعني الله يرحمه كابتن أمين الشاهد هو أول واحد شافني في الإسماعيلي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، وكلم النادي وربنا وفى والأمور مشيت كويس. فدخلت النادي الأهلي، لأ مدرسة تانية، حياة تانية، عارف إيه اللي ليك وإيه اللي عليك، ما ينفعش تخرج عن النص. إحنا صعب إن إحنا ناخد مركز تاني، فكنا بنلعب على المركز الأول، يعني إحنا الفرقة الوحيدة أول فرقة في مصر دخلت بطولة عربية جوه مصر، صحيح كان في كوكب المراكشي في المغرب، وكان فرقه المذيع الجزائري كان عنده بطوله افريقيا في مصر، كسبان الزمالك وبورسعيد، وكان مدير فني عزيز درواز قال لك انا هلاعب الاهلي في المغرب وانا كسبت فرق مصر. كسبت مصر كلها. اتصادم معانا والحمد لله، كان اول مباراه في البطوله وكسبانين فرق 4، واول بطوله عربيه تخش مصر كان عن طريق النادي الاهلي. اكيد بطولات كتيره وانجازات كتيره في حياتك، لكن خلينا نروح للتقرير مع كابتن رؤوف عبد القادر المدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي وتعاقده وكلامه عن التعاقد مع المدير الفني السويدي الجديد في النادي الاهلي.
الحقيقه يمكن اتاخر بعض الشيء التعاقد مع المدرب، لان يعني هو الحقيقه يمكن اتاخر بعض الشيء التعاقد مع المدرب، لان احنا يعني مش عايز اقول لحضرتك عدد السيفيهات اللي احنا شفناها خلال المده الاخيره، لان احنا كنا حريصين جدا على دقه الاختيار. طبعا الاختيار مع مستر علا ده يعتبر يعني من احسن مدربين العالم، اذا صنفنا خمس مدربين، وايضا خبير الاحمال اللي معاه، يعني الاختيار الحمد لله يعني كنا موفقين فيه. فنرجو يعني نكون عند حسن الظن في هذا الاختيار. ايضا مدرب من غير لاعبين ما يقدرش يعمل حاجه، فبالتالي احنا كنا حريصين. الموضوع مش بالكم، المهم بالكيف، المهم احنا محتاجين ايه. الفنيين حددوا احتياجاتهم في بعض المراكز الحمد لله. ثلاث تعاقدات يعني انا بعتبرهم من العيار الثقيل، يعني الثلاثة اللي احنا جبناهم، واللي اهم حاجة هو احنا محتاجين مراكز ايه، واللي بيحدد هذه الاحتياجات هو الجهاز الفني مش اي حد تاني. فبالتالي الحمد لله. الى جانب لسه في صفقة بتتم كمان علشان نخلص الاعداد الفني من حيث اللاعبين، والحمد لله يعني المدرب هيبقى متواجد، وربنا يكرمنا باذن الله ونقدر نعمل حاجه كويسه طريق باسم النادي الاهلي ويحوز رضا جماهير النادي العريض. طبعا السي في بتاعه سابقه، ولكن يعني هو وصل بقاله يومين، النهارده اليوم الثالث، بيسال على ادق التفاصيل اللي تخص كل حاجه، الاحصائيات اللي بالنسبه للاعبين، حرص على يشوف الناس اللي كانت ماسكه الاعداد البدري السنه اللي فاتت، والتستات اللي موجوده، ونسب المشاركات. طلب انه يقعد مع محمد سليمان المحلل التقني وخد كل البيانات عنه. طلب انه يتفرج على كل الماتشات المتاحه بتاعت الموسم اللي فات. طلب الاجنده بتاعت الموسم الجديد والتفاصيل بتاعتها وتفاصيل المنتخب، اللعيبه هتبقى موجوده امتى. النهارده دلوقتي بعد ما هنخلص هيطلع بمسؤول الاتحاد ومدرب المنتخب، هيعمل اجتماع معاه علشان يحدد. دي بتدينا انطباع ان كيفيه العمل المنظم وفقا للمعايير الاوروبيه والدوليه، واللي احنا بنتوسم فيه الخير باذن الله. يعني احنا زعلناكم السنه اللي فاتت في اللعبتين اليد والسله، بنوعدكم اصبروا شويه. التدعيمات اللي حصلت هي اللي طلبها المديرين الفنيين، مش احنا اللي بنحددها كاداريين. في كل واحد عارف احتياجاته ايه. كابتن اشرف توفيق اسم كبير في كره السله، وادي مستر علا بالنسبه لكره اليد، يعني الاجهزه الفنيه على مستوى عالي جدا، وحددوا احتياجاتهم والاحتياجات اتوفرت. وبقول في خلال الاسبوع ده هنعلن عن بعض الصفقات بالنسبه لكره السله، باذن الله هتكون مفاجاه للناس كلها. زي ما شفنا في التقرير يعني كابتن رفعت بيطمننا الحمد لله تمام داخل التقرير عن كرة السلة وكرة اليد. هو أكيد النهارده بنتكلم على كرة اليد، لكن في نفس الوقت برضه هو اتكلم وقال إن في صفقة أو صفقات هتتعلن قريب جدا عن كرة السلة، وهم فعلا هم كرة السلة وكرة اليد. أنا متفق تماما معاه على السنة اللي فاتت كان الأمور ما كانتش على ما يرام أو على قدر النادي الأهلي، لكن السنة دي بإذن الله بإذن الله نتمنى أن الأمور ترتقي لأعلى كمان، وإن شاء الله يكسبوا كل حاجة في إطار التدعيمات القوية اللي إن شاء الله قريب جدا جدا جدا. كابتن متولي، لسه في تدعيمات قوية في فريق كرة اليد و17 لاعب. كابتن رؤوف قال أدق التفاصيل بيسأل عليها الراجل محلل نفسه عايز البرنامج بتاع المنتخب. رأيك إيه إن هو البداية بتاعت الأولى تكون بالشكل ده؟ هو راجل اكيد يعني فاهم شغله كويس قوي، واللي بيسال عليه ده طبيعي. المدير اي مدير فني بيجي مكان لازم يعرف كل حاجه، ولازم يعرف امكانيات لعيبته. واحنا متوسمين في خير ان شاء الله، ان الراجل بصراحه قوي جدا. متوسمين خير ان شاء الله ان السنه دي
الموسم الجاي نعمل شكل كويس، لان دي بقول لك الحاجه الوحيده خاصه لما بنبقى بره مصر، دي الحاجه الوحيده اللي بتسعدنا لما نلاقي النادي الاهلي في كل الالعاب على فكره مش كره اليد، في كل الالعاب دي حاجه بتسعدنا جدا يعني. اكيد دي تجربه للخواجه وتجربه داخل النادي الاهلي، لكن تجربتك انت مع نادي الوحده الاماراتي كانت تجربه مختلفه تماما غيرها. بدات من لا شيء، مع احترامي طبعا لنادي الوحده الاماراتي، ما كانش موجود فيه كره يد، وحصلت طفره فيه خلال 6-7 سنوات. لا طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، هو كانت الالعاب الصالات ما كانتش موجوده، فجي قرار ان العاب الصالات ترجع تاني، وده من 6 سنين. فاشتركنا الحمد لله، واول موسم تعرف اول موسم انت بتكون لعيبه وتجمعها، فالترتيب كان ما كانش مرضي. فاشتغلنا وقفلنا على نفسنا. انا بس بحيي، احب احيي من قناه النادي الاهلي اللي هو رئيس مجلس اداره النادي الوحده كابتن خالد الهناي، وده راجل مثل منتخب الامارات، والكابتن عبيد مفتاح ده عضو مجلس اداره ومشرف على اللعبه، دول سبورت لينا احنا. انت عايز ايه؟ يمكن اللي انت محتاجه ايه؟ بيوفروا كل حاجه لجهاز كره اليد في نادي الوحده الاماراتي، وكويس انك بتعمل مع شخصيه رياضيه فبيبقى فاهم اللي انت عايزه. فربنا كرمنا ووفقنا، تاني سنه خدنا تاني الدوري بعد الشرقه. فلما يبقى الوحده مشترك بقاله سنتين وياخد تاني دوري، اكيد اكيد في شغل وفي اخلاص، فعشان كده ربنا بيوفق يعني. اكيد في مدربين مصريين كتير خاضوا تجارب كتيره في الدوري الاماراتي، كابتن عاصم السعداني، كابتن جبل شمس، كابتن محمد عماطي اعتقد في دول الخليج بصفه عامه. النهارده كابتن محمد متولي متواجد، التواجد المدربين المصريين في الدوري الاماراتي، هو بصراحه المصريين عامه ناس بتخلص، فعاملين اسم كويس للمصريين يعني. وعايز اقول لحضرتك يمكن الجهاز الوحيد اللي كله مصريين في نادي الوحده الاماراتي هو كره اليد، ومعانا مدربين كتير ومدربين محترمين كلهم مصريين، كلهم مصريين. حتى الدكتور مصري. اعتقد فرق الثمن العالم لما مصر وصلت للثمن العالم تفرق كتير جدا جدا في سمعه المدرب المصري خارج مصر. دي اسعد حاجه، اسعد حاجه خاصه اللي يحس بيها ان اللي بيشتغل بره مصر. لما منتخب بلده يحقق مركز، لما نادي بيحقق مركز، بيبقى اسعد انسان في الدنيا. وبعدين احنا اشتغل معانا ناس كتير من حتى من النادي الاهلي يعني، كابتن يحيى يوسف كان شغال معانا، والكابتن محمد عبد الله اشتغل معانا. وما بحب يعني مش ما بحبش، انا بحب ان المصريين لما بنشتغل مع بعض يبقى في اخلاص وفي توفيق من عند ربنا. كان في تيم كويس، تيم ورك كويس شغالين من المصريين او من ولاد النادي الاهلي في نادي الوحده الاماراتي. الحمد لله يعني. وده اللي انا لسه انا بقول لك على الكابتن خالد هنائي طبعا، ان كان بيدي لك كل مساحتك في الشغل، هو انت اللي مسؤول. ما بيعترضش معاك كابتن متولي يقول لك اصل ده ابن ناديك ده كذا ده كذا، ولا عادي جدا بيسيب القرار لمدير الفني؟ هو خاصه وبعدين الشعب الاماراتي ده شعب جميل متميز جدا يعني جدا، لو بيبقى عنده الثقه فيك فبيدي لك مساحه شغلك. وبقول لحضرتك ان الجهاز الوحيد اللي كله مصريين يعني، انا اشتغل معايا من 3 سنين الكابتن يحيى يوسف، وظروف خارجه عن ارادته نزل مصر، والكابتن محمد عبد الله، والكابتن عماد سعيد من سبورتنج، والكابتن احمد عبد الرحمن من نادي الزهور. فكل التوليفه دي بحس ان احنا بنبقى مرتاحين مع بعض، خلاص فهمنا بعض. المنافسه ازاي في الدوري الاماراتي؟ بالنسبه لنا احنا لسه بنقول 1-2 يعني، بس عاملين سمعه كويسه، عاملين شكل كويس، وخاصه عن الفريق الاول السنه اللي فاتت اول مشاركه ليه، فكان انك انت عايز تحاسب نفسك، فبتشوف الفرق اللي هي دخلت معاك. فالحمد لله احنا الماتشات كلها الفرق اللي بدات زينا كلها الحمد لله مكسب، وعاملين شكل كويس. انا عايز اقول لحضرتك ان ثالث سنه من اشتراكنا في كره اليد عندي 6 منتخب ما شاء الله، 4 ناشئين و2 اشبال. اعتقد هو الناشئين والشباب والاشبال هم اللي بيعملوا الطفره في المستقبل لنادي الوحده الاماراتي، نتمنى لك التوفيق فيها. هنسيب المنافسة في الدوري الإماراتي ونخش على المنافسة في الدوري المصري والنادي الأهلي، والمنافسة قوية جدا شرسة، لأن في أندية كتيرة دعمت، نادي الجزيرة دعم، نادي المعادي دعم، بإضافة إلى نادي هليوبوليس ونادي الزمالك ونادي سبورتنج ونادي سموحة. المنافسة أعتقد هتبقى 6-7 أندية كابتن متولي، مش تبقى الأهلي والزمالك بس، رأيك إيه؟ ما هي دي حلاوة كرة اليد يعني. خلي بال حضرتك وإحنا بنلعب كان عندنا أهلي وزمالك وسبورتنج وأولمبي، كويس كانت بتحس بمتعة والطيران، وتحس بالمتعة لما بتبقى تعمل مش محددين مين بطل الدوري لغاية آخر مباراة. فإن يبقى في أكتر من فريق هم بينافسوا على بطولة الدوري، ده كل الجمهور هو اللي يستفاد، والمنتخب هو اللي يستفاد، ودي حاجة تسعدنا جدا يعني. طب
لو قلنا دي المنافسة أهلي زمالك هتستقر للآخر، ولا أنت شايف ممكن الدوري ده يبقى فيه دربكة بسبب اللعيبة الكتيرة المتواجدة داخل الدوري المصري؟ أنا شايف الجزيرة داخلة إن سبورتنج داخل، سبورتنج ده أخذ بطولة السوبر، ولما قلت لحضرتك المنافسة تبقى أكتر من 4-5 أندية دي حاجة كويسة. أنا شايف المنافسة السنة دي هتبقى رايحة لبعيد شوية. طيب لو قلنا اكيد انت مدير فني النهارده، واكيد تاثرت بالمديرين الفنيين المصريين قبل كده او مديرين فنيين اجانب، دي اكيد كما يتراءى لك، لكن مديرين فنيين مصريين عملوا طفره كويسه في اجيال كتيره في منتخبات المصريه. كابتن محمد متولي تاثر بمين بصراحه؟ انا بصراحه تاثرت باثنين. اتفضل. يعني هو والدي الروحي الله يرحمه جمال بيه شمس رحمه الله عليه، وده علم ناس كتير، دي حقيقة. ناس تدريب وعلم ناس فن، غير في اصول كره اليد في كل حاجه، دي حقيقه. الله يرحمه مش هيجي حد زيه. تمام. وتاني كابتن محمد عبد المعطي، كابتن الديب. حدش يقدر يقول لا طبعا. كابتن الديب اللي يعرفه هو صديقك، بس مفيش، انت في شغلك جوه الملعب ده شغل، بعد الشغل هو صديقك. هو جوه الملعب ما بيتفاهمش مع حد، ما ينفعش. وده على فكره انا لما جيت امرن اتعلمت من جمال بيه شمس واتعلمت من كابتن عبد المعطي. يعني كابتن عماطي وكان تدريبه قاسي جدا جدا. شايف ان التدريبات بتاعت كابتن عماطي او كابتن جمال شمس زمان هي نفس التدريبات دلوقتي، ولا الدنيا اختلفت خالص في كره اليد؟ هي اختلفت السرعه، انما القوه هي موجوده. كره اليد تعتبر يعني احنا لازم يبقى لعيب قوي جدا وسريع جدا. اللي هو زادت بس السنين اللي احنا فيها دي ان هي السرعه، انما القوه موجوده. اولى الخواجه او المدير الفني السويدي مستر اولى بدا او قال ان هيبدا فتره الاعداد يوم 22/7 باذن الله، كمان تقريبا 10 ايام من دلوقتي باذن الله او 12 يوم اسبوعين، والفتره تكون 6 اسابيع لبدايه الدوري المصري. شايف ان الفتره دي متناسبه مع بدايه الاحمال وبدايه المرحله اللي جايه، ولا ايه راي حضرتك؟ لو 6 اسابيع يبقى الفتره قصيره بصراحه من وجهه نظرك. من وجهه نظري مهما كان مدرب الاحمال قوي، عضله اللعيب المصري عندنا مش هتستحمل كده. تمام. يعني 6 اسابيع انا حاسس ان هي قصيره جدا يعني. طيب خلينا نشوف تقرير مع المدير الفني الجديد السويدي للنادي الاهلي مستر اولا لاندجرين، وترجعوا لنا مره ثانيه. Thank you to come here. It will be exciting to work. هو طبعا بسعيد جدا بحضوره في النادي الاهلي، نادي القرن، نادي عريق، ولعب قصاد منتخب مصر قبل كده. طبعا الفتره اللي جايه هتبقى فتره حاسمه بالنسبه له، وهيبدا فتره الاعداد من يوم 22/7. حط البرنامج وهي لمده اسبوع لغايه ما يجي. اتكلم مع اللعيبه امبارح، حسهم على الانضباط والالتزام والسرعات. هم فهموا طبعا ان هو اللعيبه امبارح فهمت ان ده الراجل ده مش جاي يهزر. هو سعيد جدا وبيقول لك في لعيبه كتيره في النادي الاهلي، وده نادي عريق ونادي كبير، وسعيد ان هو في هذه المنظومه. I think we have to start first and see the quality of the players. I have seen some games and I think هو طبعا امبارح لما اجتمع مع اللعيبه كان برضه واخد الدوكيومنتس بتاعت اللعيبه واعمارها والبوزيشن بتاعها، وهو يعرف طبعا جه يسلم على 3-4 لعيبه لعبوا قصاده في منتخب مصر في الفتره دي. هيبص على السكاوتنج واللعيبه، وفي برده كام ماتش في الفتره الاخيره مسجلها له، فهيتفرج عليها ويبتدي يقيم اللعيبه، وان كان هو يعني معظمها عارفها يعني. You know it's a sport. Hopefully, تعلم انها الرياضه، والرياضه مكسب وخساره يعني بيقصد هذا. ولكن هو عليه الفتره الجايه عنده حوالي 8 اسابيع الاعداد، هو هيحاول على قد ما يقدر انه يقوي اوجه النقص عندنا. وطبعا اما جه واجتمع مع اللعيبه عارف ان فيها لعيبه بتدافع قويه في لسه طبعا اللعيب التونسي لما يجي ويتحاور معاه هو عنده رؤيه مستقبليه للفرقه. ويمكن لما اتكلم معاهم امبارح قال لهم ان الهاندبول اتغير خالص. يس اتس ا جريت كلوب اند يعني سعيد جدا بوجود
موجوده في النادي الاهلي وحظى باحترام الناس وتأييدهم في الافرع اللي اتفرج عليها. ان شاء الله هنبقى في الرياضه ان شاء الله. First of all, I want to say thank you. We are honored to be trainer for one of the biggest club in the whole world or in Africa. وسعيد جدا ان هو في اكبر منظومه في مصر وفي افريقيا. هو اتفرج امبارح لف واتفرج على التدريبات في مدينه نصر وخاصه اثنى على تدريبات 2005. هو سعيد ان هو موجود والفتره اللي جايه هتبقى فتره صعبه. I think we have the most important, we have a lot of talent. وطبعا بالفتره اللي جايه هتبقى فتره يعني ما فيهاش مبالغات او ما فيهاش يعني هي كبيره. هيحاول احنا عندنا لعيبه موهوبه والفترة اللي جاية هيحاول يحط النظرة الاسكندنافية السويدية الاستراتيجي ويحاول يدمج يعمل ميكس ما بين المدرستين، مدرسة الأوروبية الاسكندنافية وطبعا احنا مدرستنا بتعتمد على مدرسة بحر أبيض. فمن خلال التولز ومن خلال اللعيبة هيقف على مقدرات السيزون اللي جاي. We can promise that we will have a team who work together and بعد الجمهور ان هيبقى عنده فريق قوي. وواضح انه كلامه وكلام المدرب اللي قبليه ان هو بيعتمد على الدفاع. كل كلامهم دفاع 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 ودي نظريه او مدرسه الهاندبول الجديده الدفاع والاعتماد على الفاست بريك. يعني ان شاء الله هتبقى موسم جديد وموسم ان شاء الله ناجح ان شاء الله. And we will stand up for our fans and we will never give up. زي ما شفنا قدامنا في تقرير المدير الفني اتكلم على نقط مهمة جدا. هاخدت من كلامه بعض النقط. حس اللاعبين على الالتزام والانضباط وهي دي أصول الرياضة. الالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب أساس النجاح. لكن قال الرياضة مكسب وخسارة. النادي الأهلي عندنا مكسب. نتمنى لأن الجماهير الخارجة السنة اللي فاتت من سيزون يعني ما كانش الامثل بالنسبه لهم. لكن ان شاء الله باذن الله السيزون الجديد مع الاداره الفنيه الجديده تكون هو الموسم الامثل بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. نتمنى التوفيق. وكمان زي ما احنا شفنا ساعه التعاقد كان متواجد مدير عام النادي العميد محمد مرجان وكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن رؤوف عبد القادر والكابتن محمد عبد الياسر المدرب المساعد في فريق النادي الاهلي السنه دي في الدرجه الاولى. نتمنى التوفيق ليهم. كابتن محمد متولي سريعا لان فعلا الوقت جري معانا بسرعه معاك ونتمنى نفضل قاعدين معاك كمان شويه لكن الوقت جري معانا. كره اليد المصريه راح لمرحله مهمه في يناير اللي جاي وبطوله افريقيا في تونس. رايك ايه في هذه الموقعه؟ لا ان شاء الله انا متفائل جدا يعني. احنا عندنا عناصر كويسه جدا هي بس تنقصها الخبره وانا حاسس ان بطوله تونس ان شاء الله ان شاء الله هنكسب في تونس ان شاء الله. مصر في اخر بطوله عالم كسبت في تونس 8 9 اجوان فارق و المركز الثامن في بطوله العالم والنهارده راح تونس باحلام جديده عشان توصل للاولمبيات اللي جايه. هتقول ايه؟ ان شاء الله انا واثق جدا جدا في رجاله مصر كلها وخاصه انا شايف ان عناصر صغيره بتثبت وجودها. ان شاء الله نكسب البطوله في تونس ونتاهل للاولمبيات ان شاء الله. يا رب نتمنى الخير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب قول لي بصراحه شديده جيلك اتظلم ان السوشيال ميديا ما كانتش موجوده؟ ما كانش موجود اصلا السوشيال ميديا. اتظلم لو كانت السوشيال ميديا موجوده طبعًا. كان الجيل ده اختلف معاك جدا جدا ليه؟ خاصة دلوقتي كل حاجة بقت خلاص انت شايفها وعارفها وعايز تعرف حاجات بعيدة عنك انت بتعرفها في وقتها. احنا كنا بنكسب اللي حواليك هما بس في النادي الاهلي مجلة النادي الاهلي هي اللي كانت مهتمية بينا. لما في فرق شاسع بين زمان وبين دلوقتي. طب بصراحة شديدة يعني في حاجات كده لازم اقولها هطلعها منك انت في الذات. بتولي الجيل ده عمل انجازات كتيرة جدا للنادي الاهلي لكن محاش على المستوى الافريقي اللي هو الانديه اي بطوله انديه افريقيه او عربيه سافرها كسبها. طبعا
طبعا. لكن كان دايما يحصل تضارب بين مواعيد البطوله الافريقيه ومواعيد منتخب مصر، لو كان الجيل ده لعب كل البطولات دي كان ايه اللي حصل؟ كانش في بطوله وانت معانا وعارف يعني. اللي كان مين المنافس الوحيد اللي كان لمصر؟ الجزائر. بتتمثل في المولوديه الجزائري. بعد ما كسبناه في بطولة عربية وبطولة أفريقية ويعرف إن الأهلي المصري رايح بطولة أفريقية أو عربية ما بيجيش. لكن نادي الأهلي ما سافرش كتير بطولات أفريقية وبطولات سوبر مع إنه كان بطل دولي وبطل كاس. عشان المنتخب كان عنده ارتباطات كتير. ولو كان ده كان نادي الأهلي سافر ما كناش في بطولة ما خدناهاش. أعتقد كان فرق كتير. جدا. نادي الأهلي خد بطولات كتيرة في الوقت ده وقفل سيزون بطولات أفريقية اتنين في سيزون واحد دولي وكاس وهكذا. إحنا كان في عندنا أربع بطولات. الأربع بطولات بناخدهم. ما تهيالي لما كانش المنتخب يبقى عنده ارتباطات كتير ما كانش فيه بطوله تطلع. انت لو تفتكر كان التاريخ اختلف. بس انت لو تفتكر كان في بطوله نهائي بطوله عربيه مع مولوديه نفط وهران. جمال بيه شمس الله يرحمه دخل بينه الشوطين احنا نتيجه 14-3 حصل. قال كملوا انا مش عارف اقول لكم ايه. كان عنده ثقه فينا واحنا عندنا ثقه فيه طبعا الله يرحمه ويحسن عبد الله علي. فريق النادي الاهلي من سنه 90 ل 2001 ناس مختلفه تماما. الناس عايزه تكسب. ما ينفعش مركز تاني في النادي الاهلي. وده اللي احنا تعودنا عليه. ده اللي فادني وانا مدرب. وانت لعيب كان مين بقى مواقف وطرف زي ما بيقولوا يعني سريعا جدا يعني تعرف كابتن سامح ابو وارث. وانا في موقف بس عايز كابتن محمد يحيى هو مدرب في النادي الاهلي. فاخدناه بطوله. كان في كابتن احمد سالم مصاب فاخدنا محمد يحيى. فدخلت الاوضه بفتح كده لقيته بيكلم نفسه. مش ممكن فرقه زي دي بتهزر جامد جدا وبتضحك انما في الملعب حاجه تانية. حاجه تانية خالص. وهي دي سمه النادي الاهلي. وهو دي سمه النادي الاهلي فعلا. واتمنى يا رب اتمنى يا رب ان الموسم ده يبقى خير على كل فرق النادي الاهلي يا رب. نتمنى التوفيق ليك في الوحده الاماراتي. ربنا يخليك. وكلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي تقول له ايه بعد بداية بقى السيزون او في بدايه السيزون السنه تقول ايه جماهير النادي الاهلي تعمل سبورت ازاي لفرقها باذن الله. يصبروا ويدي الفرصه للراجل يشتغل. وانا بقول ان الراجل سي في قوي جدا حتى مدرب احماله كويس جدا فهتلاقوا حاجه تانية. ودي كل مدربين النادي لازم يستفادوا من الراجل ده لازم يتابعوا الراجل ده. لو ما عندكش تمرين لازم تروح تتفرج على الراجل ده. انت الوحيد اللي هتستفاد. بالنسبه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اصبروا. انا عارف ان انتوا زعلانين لان مش دي كره اليد في النادي الاهلي. ان شاء الله اللي جاي احسن وربنا يوفق. كابتن متولي نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد جدا ان انت معايا النهارده. ربنا يخليك كابتن خالد واتمنى كده ان النادي الاهلي يسعدنا اكتر واكتر باذن الله. نتمنى التوفيق دايما لفرق النادي الاهلي لكل فرق النادي الاهلي وخاصه فريق كره اليد اللي انا واحد منهم من هذه الاسره داخل النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله البدايه قويه. مدير فني قوي لاعبين اكفاء موجودين على ارض النادي الاهلي باذن الله تكتمل ببطولات داخل القلعه الحمراء. بشكركم والى اللقاء.